السلام عليكم. فرحانة أوي أنا، بفرح في الفقرات اللي بيكون فيها يعني ناس مننا، يعني مش فقرات خاصة كده بفئات أو شخصيات. طبعا كل الفقرات بتفرحني وكل الضيوف فوق دماغي، بس بفرح أكتر لما يبقوا ضيوف حضراتكم. معايا ضيوفي دلوقتي سيدات زي القمر وفتيات زي القمر وشباب ورجالة زي القمر برضو متجوزين، وجاء في مخنا كده سؤال فقلنا نحاول نسألهم. يا ترى لو مراتك أو خطيبتك وانت قاعد جنبها راحت ماسكة التليفون وفتحاه ولقيت ان انت عامل له باسورد، دي بداية الخناقة ان انت تكون عامل باسورد. طب لو قالت لك اديني الباسورد وانت مرضتش، تفتكروا حكاية تبقى عاملة ازاي؟ وليه؟ ليه انت تخبي الباسورد عن مراتك او خطيبتك؟ وبأناشد من موقعي هذا كل سيدة وكل فتاة انها تصر انها تعرف الباسورد بتاع جوزها او خطيبها. بيشرفني في الفقرة دي العزاز على قلبي، ويعني اسمحوا لي هقول العزيز الاول لانه شاب من ارقى واشيك واشطر الصحفيين والاعلاميين والكتاب، ويعني متشرفه بوجوده معايا جدا جدا وانسانيا كمان، يعني حدث ولا حرج. يعني معايا الجميل الاستاذ موسى صبري. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ انا مبسوط جدا ان انا يعني شرفت بالاستضافه النهارده. المصحف انا اللي مبسوطه والله العظيم، انا مبسوط اكتر وحياة ربنا. يعني اول ما الاعداد كلمني على حضرتك قلت ده انا اجي جري، يعني مبسوط جدا. الله يكرمك والله، يعني كلك ذوق وانت اعلامي وصحفي وكاتب من المحترمين المثقفين. مبروك الدكتوراه كمان. الله يبارك فيك يا رب، تمشي منك يا رب. انا ناسي حكايه الدكتوراه. حضرتك متابعاني، ده شرف كبير جدا ليا والله. اسم الله عليك، انت عملت ماجستير وما شاء الله، وشفت بقى الفيديوهات اللايف وانت لابس بقى اللبس الجميل بتاع الجامعه ده. ربنا يخليك الروب وكده. الف مبروك يا حبيبي. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. طب هقول لك على حاجه، قدم لنا حبيبتك وانا هخلي كل واحد فيكم يقدم حبيبته، زوجتك الجميله العروسه الحلوه. اولا انا مبسوط جدا على المقدمه اللي انت عملتها لي دي بصراحه. حقك حبيبي. انسانيا ومهنيا واعلاميا انا بحترم حضرتك جدا ومتابع البرنامج والله العظيم، حلقات كتير جدا على السوشيال ميديا، متابع البرنامج كويس جدا، وحضرتك دايما متالقه، والنجاح والتالق اللي انت فيه دوت اصلا والاستمراريه بيدل ان البرنامج متشاف كويس جدا، جمهور كتير جدا من المغرب وتونس احنا هو ربك اللي بيسر يا رب. وفي ناس كمان اصدقائي في اسبانيا كمان كلموني من فتره ان هم متابعين البرنامج بتاع حضرتك، فدي شهاده اعتز بيها اولا، وحضرتك يعني ناجحه يعني في كل المجال الفني والاعلامي، وانا مبسوط جدا. يعني حبيبتك بقى عروسه، هم كمان عرسان جداد. انا اسفه بعتذر ان انا ما حضرتش الفرح لان انا كائن بروطه وتحججت ساعتها، وهو بيقول اصلا عندي شغل، وانا اسفه انا بحب الصراحه. شعورك النبيل دايما معانا. لا بس تابعت بقى الفرح والنجوم بقى، انت عامل كنت محتاج لي بنتين مطربين وكل الناس بتحبك. ربنا يخليك. دكتور اشرف زكي طبعا يعني نقيب الممثلين. يا سلام، مبسوط جدا هو جالي، وهدى وجنات وكل الفنانين، خالد سرحان وكل الفنانين. والله العظيم انت ما في حد في الوسط ما بيحبك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك محترم. ربنا يخليك يا مشوى. ربنا يخليك يا رب. مش حد عادي. شهاده اعتز بيها والله العظيم. وماما عامله ايه؟ كويسه جدا والله، بتسلم على ايدك. انا ليه سالت بقى؟ عشان يا حاجه موسى دايما بيتكلم عليكي وان انت نور عينه. يعني طبعا احنا طبعا يمكن يعني كنت اول مره قبله فبسالهش، قال لي امي دي نور عيني الدنيا. والله نور عيني، واللي حاطط امه فوق دماغه كده ربنا بيكرمه طبعا. وربنا كرمه باجمل عروسه في الدنيا. دي بقى يعني اجمل انسانه في الدنيا، اجمل واحده قابلتها في حياتي. هي فيها مميزات كتير جدا، يعني انا والله العظيم شهادتي مجروحه عشان هي مراتي، بس انا يعني قابلت ناس كتير جدا في حياتي هي افضلهم في كل حاجه، المستوى الانساني، مستوى الرقي والذوق والادب والاحترام والثقه، واهم حاجه الثقه دي كلها، هي اصلا مداني الثقه فانا مديها الامان. محترمه جدا، انسانيا. عايز اقول لك بقى ان هي بتعمل اكل عليها اكل، يعني عايز اقول لك بقى ولا شفشر بيه. انا اول ما شفتك يا فندم انا برحب بياسمين. ياسمين محسن زوجة الجميل الصديق المحترم موسى صبري. ياسمين يا عروسه يا حلوه، انا بحضرتك شرفت بيكي جدا. انا ما حضرتش الفرح بس ممكن ازغرط؟ طبعا شرفت. كأني حضرتك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. على الطرف الاخر بقى معانا شاب من الشباب المصريين الجدعان المحترمين اللي الواحد يفخر كده انه يقابلهم، ويا رب كده يكتر من امثاله. شاب رجوله ومتجوز، يعني خاطب امرايا ان شاء الله يتجوزوا قريب. معايا كريم. يا كريم ازيك؟ ازيك يا استاذه؟ عامله ايه؟ انت عامل ايه؟ الحمد لله. مشرفني.
انا اللي بتشرف ان انا موجود مع حضرتك النهارده. والله مشرفني فوق دماغي. الله يكرمك. وياسين ما اخترت عروستنا تقى الحلوه دي، تقى الجميله. يعني انتوا لسه مخطوبين ما اتجوزتوش؟ اه لسه. طب عشان انتوا برضو ما تغروش، ممكن ازغره زغروطه نص زغروطه براحتك. دي بتاعه يعني، دي حجم زغروطه الخطوبه. والجدعانه ومخلصوا بقى. انا يا حاج تقى حبيبتي، تعرفي الباسورد بتاع كريم؟ اه اه. غريبه جدا، ايه البنات دي؟ لا السيطره دي؟ لا لا والله مسيطره خالص، هو عادي يعني، الموضوع بينا اكبر من كده بكتير، مش باسورد وموبايل يعني، عادي. كريم انت عندك موبايل تاني غير اللي لا؟ لا هو موبايل واحد. ها؟ هو موبايل واحد. واحد بس؟ واحد بس. ومديها الباسورد؟ ايه معاه الباسورد. طب باسورد بتاع الفيسبوك بقى؟ لا الفيسبوك بقى استحاله. لا معاه برضه؟ معاها برضه. ما كل حاجه بتدخلي على المسجات تشوفيها؟ كل حاجه. اوه ده ايه ده؟ ده كريم مهذب. ايوه يمكن عشان لسه مخطوبين فلسه. لا لا الموضوع ملوش دعوه بمخطوبين، الثقه من اول ما نعرف بعض لحد ما ربنا يخليك. تفتكري هيفضل هو الباسورد ده لحد ما تتجوزوا وتخلفوا كده ولا هيغيره؟ ايه مش هيبقى فيه باسورد بقى هتحتل كل حاجه خلاص بقى. وانت هتفهمي هو هتزهق في الدنيا، مش هيبقى ليك نفس حاجه. مش هتبقى باسورد، هنبقى مع بعض في الحياه، هتبقى موضوع تليفون. بصي الست مننا بطبعها غيوره، حتى لو عملنا نفسنا ثقه في نفسي انا ما قصدي عن الواحده طبعا. ها ولو بالذات لما لو شافت واحده ايه حلوه كده وفاهمه وبتبقى عارفه احساس خطيبها او جوزها، عينيك تروح فاهمه، تحسي انها لمعت كده. بتحسي انت لما بيشوف حد فيلتفت نظره ويعمل نفسه كانه مش ما حصلش؟ لا ابدا ما بيعملش كده. ابدا خايبه الحمد لله. خايبة. لا 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 ما بيعملش بجد. خايبه كريم انت بتعمل كده؟ لا. خايبه لا والله العظيم. اوعى كنت انا وعيت دي عارفاها. اعترف يا كريم. لا والله العظيم. قول يا كريم. والله العظيم. مفيش واحده اي واحده بتلفت نظرك غير تقف في الحياه؟ لا بجد حقيقي. اه مهما كانت امرايه ولا اي حاجه، مهما كانت هيفاء وهبي في نفسها كده ولا اي حاجه ولا في الكلام ده. ايه الحلقه الناس الحلوه دي؟ طب نتنقل للمتجوزين. المتجوزين غير اللي لسه مخطوبين على البر. طيب هسال العروسه بقى، عروستنا الجميله معاكي الباسورد بتاع تليفونه؟ لا خالص. انا ثانيه واحده اهي شايفه. لا خالص. قول يا بنت. لا ما بقيتش فكره ان انا يبقى معايا الباسورد بتاع خطيبي او جوزي، لانها يعني في ثقه بيننا احنا الاثنين، مش مستاهله ان احنا ناخد الباسورد بتاع بعض، لان انا في ثقه متبادله، ولو احنا مش واثقين في بعض بيتجوزنا ليه من الاساس؟ او تعرفت على بعض ليه؟ تعرفنا ليه على بعض من الاساس؟ كنت عشان كده عمال تقول ده ما شفتيش زيها وما لقيتش زيها طبعا. ما فعلا ما فيش زيها. اقعد معاكي بعد بعد الهوا اديكي شويه نصايح امهات كده، لان انت لسه ما انتش فاهمه الدنيا يعني. حاولتي تاخدي الباسورد مثلا ولا ما حاولتيش اساسا؟ لا ما حاولتش. ما حاولتيش؟ ما حاولتش. لا لا ليه؟ هقول لك ليه. حاولي. لا هقول لك ليه. فكره ان انا اعرف الباسورد بتاع جوزي واقعد افتش وعشان اشوف مين بعت له مسج ولا مين بيكلمه ولا عنده ايه على الفيسبوك ولا اي حاجه، دي بحس ان هي يعني بتجيب خلافات ومشاكل. ممكن ان انا ممكن ادخل ادور في الباسورد، وجبت الباسورد اوكي ودورت فيه، وممكن الاقي حاجه مثلا تكون قديمه تجيب مشاكل جديده. محتفظ بالقديم ليه؟ هقول لك. ما هو الجديد قمر اهو مثلا، محتفظ ليه بحاجه؟ هقول لك على حاجه ممكن توترك. مش هبص ليه هو محتفظ ليه او مش ليه، يعني حاجه قديمه ماضي انا ما كنتش فيه. فمش هقعد ادور على الماضي. طب بلاش ماضي. هو ما كانش فيه ماضي اصلا يعني، هي الماضي والحاضر والمستقبل. بص يا بنتي هعلمك حاجه، مش عيب ان الست تبقى عارفه وايه وحرص برضه، الحرص حلو، لان جوزك شغال في وسط وفي مجال يعني مش فاهمه يعني، مساله مفتوحه فعادي، يمكن مش عدم ثقه فيه، هو عدم ثقه في الاخرين. افرض واحده مثلا عقلها كده هفها تبقى لطيفه، ما وقف لقطفتها دي من اولها. لا صدقيني افرض واحده بقت لطيفه وانت حسيتي انها لطيفه معاه بزياده. لا هو بيتعامل مع الناس كشغل بس. هي الناس. هي مش انت حسابها لطيفه بزياده حبتين. مش هنتوقع سوء النيه بقى.
وانا يعني بصد والله هو برضو هقول لك على حاجه، انت لاقين ده كل لا. ما تصد في بنات كده نوعيات، كل ما انت تصد كل ما تلطف اكتر. لا الاسلوب خالص يعني انا بصد على طول، واسلوبي بيكون فج شويه معاهم عشان اي محاولات بالكلام. يعني مثلا ممكن ناس تكلمني في شغل وهم يلطفوا وسط الشغل. ايوه هو انا 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 ببني على ده. هرجع لك برضو في اول الكلام، الثقه، احنا في بينا ثقه كبير، بنيين جسر من بنيين الثقه كبير جدا، كبيره. هو واثق فيا وانا واثقه فيه جدا، فانا ليه على فكره ممكن يعني ايه المحاوله في الباسورد، ان انا اعرف الباسورد ده ممكن بيجيب مشاكل. بيجيب مشاكل، جربي يمكن ما تجيبش مشاكل ويبقى عندك المشكله. مش عايزه، مش عايزه اجرب، مش عايزه اجرب خالص. شك وشيطان. احنا بنبني حياتنا احنا في كبتنا، فمش على الباسورد وعلى الحاجات دي، على الثقه اللي ما بيننا، على ازاي نربي اولادنا في المستقبل، حياتنا عموما، الغلطات اللي بيننا وبين بعض في البيت ما نكررهاش تاني عشان ما يعني ما نخسرش بعض. ده حقيقي، ما يبقاش في مشاكل بيننا. انا بتعلم منها حاجات كتير جدا على فكره في الحاجات دي. انت عارفه ان انا لو مش مربطه بالاسلاك انا المايكات بتاع هنا اقسم لك تقوم تبوستك. ايه العقل ده والله العظيم. عشان كده، عشان كده اخترتها والله. وكمان في لازم يعني قبل الباسورد والحاجات دي لازم اكون واثقه في نفسي عشان هو يحس الثقه دي فيا. ده حقيقي، انا واثقه في نفسي، انا واثقه في نفسي جدا، ولكن مفيش مانع برضو يعني اعمل كده لجوزي هو قاعد لما اشوف كمان حد هو مبتسم مثلا، انا احب اعرف مبتسم ليه. هي بتديني، هي بتديني مساحه كبيره قوي، انا لازم اديله مساحته الشخصيه. وأنا مثلا بديها برضو ما ينفعش مثلا يكون نازل مع صحابه، طب انت بتعمل ايه، تفتح لي الكاميرا وريني قاعد مع مين، كل الحاجات دي بحس لو عملت كده هتتضايق انت. لا خالص، هي على فكره هي 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 يعني انا بسيب الموبايل خالص، ممكن معاه بالساعتين ثلاثه بره البيت عادي، وبتشايف شافت بتشوف الرسائل عادي جدا. انا اعرف ناس وهي بتصلي بتحط الموبايل. اقول لك على حاجه انا ممكن ما اقراش المسج لما تيجي وهو مش موجود في البيت، لو يكون هو ناسي تليفونه او نزل يشتري حاجات ويسيب تليفونه على الشاحن، انا ما احاولش ان انا افتحه اعرف مين بيبعت ومين مش بيبعت. ده حقيقي. حاجه في شغله، حاجه متجوزين بقى لكم قد ايه، سنتين؟ ست شهور. لا ست شهور. لا قابليني بعد سنتين. لسه جديده. والله والله صدقيني يا استاذه نشوى، هي يعني بندي لبعض مساحه كويسه جدا في المواضيع ديت، لان هي بتبني شك، بتبني غيره، بتبني حاجات كتير جدا اصلا كلها نابعه من الشيطان ومن الصح. احنا واثقين في بعض جدا، فعشان كده اتجوزنا، عشان كده بنبني الحياه اصلا. والزواج حضرتك يعني عندك خبره، الزواج نفسه لازم أن يكون مبني على الثقه، على الامان، على كل حاجه محترمه. لو في حاجه غلط من ناحيتين لازم نصد. لاني انا واثقه فيك جدا، انت حد يعني ما شاء الله سمعتك برلاند. انا بتكلم في الاطراف الخارجيه، في ناس يعني في ناس ممكن تشوف اتنين ما شاء الله الله اكبر ربنا يا رب يحميكم فعايزه فتحب بقى تدخل بقى هي يعني ايه ده، دول مبسوطين وسعداء واثقين في بعض. طب ايه، في ناس كده مثلا مرضى فنتعامل معاهم ازاي؟ بنصد على طول. بنصد. انت بتصد؟ بصد وبعمل حاجز والاسلوب بيتغير. وفي ناس كمان يعني بتفاجئ ان مثلا الناس تطلبني في شغل معين. ايوه. لما تعرف ما تعرفش ان انا متجوز عشان لسه حديث الزواج، لما تعرف ان انا متجوز المعامله تتغير. لا المعامله تتغير، المعامله تتغير، فبحس في المكالمه، فانا لا بكون مبسوط على فكره، لان اللي داخل ده نيته مش خير. ايوه اللي هو ايه هو، شفت يعني في نماذج اهو. ال- 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 الشغل بتاعه تعلمه تعلمه. مش لاقي حد، مش لاقي حد اشعل بينهم. الشغل والبيزنس بتاعي بيبقى مرتبط بالارقاد، فشويه يتكلموا باسلوب لطيف شويه عشان خاطر مثلا نعمل شغل مثلا معين او كذا، انا بصد دوت وبتعامل باسلوب اللي هو اي حد شويه عشان اللي قدام يفهم. لما انت كراجل بتحس ان لا دي لطافه ازيد من العادي. اه بالظبط. يعني او لطافه ليها اغراض اخرى. ليها اغراض اخرى طبعا. اه بفهم الست اللي بتكلمني والكلام ده. فزوجتي بصراحه يعني انا مديها مساحه كبيره جدا من الامان والثقه، وهي كذلك. فالموضوع بالنسبه لنا اصلا يعني عادي جدا، عادي خالص في الموضوع ان يعني هي طلبت الباسورد ولا اتفضلي عادي في ثانيه، طلبت اي حاجه تمام، بسيب الموبايل على فكره. وهي كمان بتسيب الموبايل عادي جدا في البيت 24 ساعه مع بعض. يعني يعني انت واخد واحده ما شاء الله من بيت محترم. بالزبط يعني. بس هم الرجاله دايما لانهم زيغه، فاحنا عشان كده لا انا حتى لما بنسير موضوع النقطه ديت يعني بقول لها خلاص، هو انت خلاص يعني مالي عينيا،
مبسوط معاكي، اخترتك بعدي مثلا. ده الكلام بقى اللي هو فاهم رومانسيكي. لا 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 اصل هي بص اقول لك يعني هي بتشبع رغباتي في كل حاجه، في الاكل في الشرب في الاهتمام في كذا. فانا هبص ورا ليه يعني، فاهم قصدي؟ يعني هي يعني مشبعاني في كل حاجه، فانا مبسوط معاها يعني، هكمل حياتي كلها ان هي الانسانه دي، بس عشان برضو ربنا يبارك لنا ان احنا نيتنا كويسه، ربنا يبارك لنا في صحتنا في اولادنا. يا رب ويرزقهم الخير كله ويرزقهم. انا عايزك تدعي لي بس بالذريه الصالحه. يا رب انت وولادي يا رب يرزقهم بالذريه الصالحه بحق جاه النبي. يا كريم كلمني عن تقى، اختيارك ليها على اي اساس يعني رشق في قلبك وقلت هي دي البنت اللي انا عايزه ارتبط بيها؟ استوى من احنا صغيرين جدا اصلا، واحنا نعرف بعض احنا صغيرين جدا مع بعض في المدرسه وكيجي والكلام ده. ايوه اللي هم متربيين مع بعض اصلا. يعني انت من اشهر من انت 5 سنين من انا لسه والله. والله بجد. انت عارف ان انت زي ابني. ابني اتجوز، ابني متجوز بقاله 4 سنين. كان بيحب مراته من هما في المدرسه وهما صغيرين. انا قلت لما يكبر بقى ده خلاص ده هينسى، ده حاجات اطفال بقى وبتاع. فاطفال بقى شاب، لا ده حاجات مراهقين بقى، مراهقين كبروا دخل. لا 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 هو بقى فما شاء الله اتجوزوا بقى. مش عايزه اقول لك يعني قصص الحب اللي بتبقى من الطفوله دي وهما بتبقى عظيمه. طب خلاص فاهمين بعض يعني. ما كانش انا فاهمه هي فاهماني. في بقى كان في واحده في الفصل بقى وانتوا في كيجي، البنت بقى اللي هي فاهم اللي كانت منافسين عليكم انتوا الاثنين دي، كنتوا بتتعامل معاها ازاي؟ لا هي انا ما كانتش، ما كانش فيه الكلام ده اصلا، او كان ممكن كان فيه بس انا مش واخد بالي من الكلام ده. سيطره الحمد لله. لا مش سيطره. سيطره والله. لا سيطرة. انا اصلا ما بركزش في الكلام ده. طب انت كنت ما كنتيش لمحه كده ان في واحده بنوته كده كل ما تشوفكم مع بعض الغل يجي؟ كان في كتير في كتير بس اللي هو ايه استني هي بتقول لك في كتير اهو. في كتير. انا هو ما بياخدش باله مش واخد بالي. ما اعرفش والله. هو رجاله طيبه والله. والله يا ابني رجاله طيبه. والله يا بنتي رجاله طيبه. انا كل مشكلتي في الاخرين اللي بره اهو. ايوه احنا بقى هما بقى يخافوا بقى يعملوا حاجه. انت كنت بتعملي ايه بقى في اللحظات الساخنه لما تلاقي بقى بنت صغننه في الديسك اللي هناك دي اللي قاعده مزعروره دي ومركزه معايا وسندوتشات تديله السندوتشات بتاعتها؟ لا مفيش، بضرب على طول. انا كنت طفله ومتشرده فبضرب. بتعرفي تحافظ على حقوقك؟ انا بضرب على طول يعني. انا كنت وانا صغيره معروفه شانونه. فلا ما كانش حد بيعرف يعمل لي حاجه. استني احسن شعرايه دخلت في بقي من الباروكه. سيرتهم خلاص شلت الشعرايه اللي دخلت في بقي. طب وهو بقى ما بترخميش بقى اللي هو بقى تفش غلك فيه؟ البنت دي كانت بتبص لك ليه؟ قلت لك ليه خدت سندوتش البسطرمه بالبيض منها؟ لا لا ما بعملوش حاجه. طب تمسكي انا عارف ان هو ما بيبصش منك حاجه. لا ما انا عارف ان هو ما بيبصش. انا باخد سندوتشات الناس عموما. انا مش باين. انا اللي كنت باخد سندوتشات. طبعا احنا صغيرين وهي يعني كانت تغمسه دور كده مش بتاعها يعني مش باين عليها دلوقتي اصلا. انا كنت اللي هو في حالي كده ومرازمن كده حد عاقل جدا كده، وهي كانت حد غريب جدا. انا كنت واقف اتفرج عليها من بعيد كده. ايه ده بتعملي ايه؟ طب انت صرحت لها بحبك وانت في كي جي 2 ولا في كي جي 1؟ لا بعد الكلام ده. سته ابتدائي. هو كنا احنا صغيرين كده. سته ابتدائي بقى ده حاجه. سته ابتدائي بقى بقينا كبار خلاص. قال لي بقى. طب قلت لها ايه؟ هو قالت لك ايه؟ طب انتوا مخطوبين طبعا رسمي يعني في البيت، رحت قابلت الحاج والحاجه وكان ايه طلباتهم بقى منك؟ ولا اي حاجه. امها دي ست ب 100 راجل بصراحه. والله يعني انا ما شفتش كده يعني حقيقه يعني. مفيش حد بيقول على حماته كده بصراحه. لا بجد والله بتحبهم واقفه جنبهم وتعمل لهم اللي هم عايزينه يعني. انا ممكن حبيتها عشان امها كمان يعني. ازاي يعني احافظ عليها عشان امها ووالدها برضه؟ ووالدها طبعا. حد عظيم برضه. بس هي طبعا اقفل القدر على في امها. هي دايما البنت هي تبص للام في البيت تشوف الام عامله ازاي فبنتها هتطلع زيها بالظبط. فانت عاجبك شخصيه الام وانت واثق ان مراتك ان شاء الله هتبقى نفس كده الشخصيه واولادك هيتربوا بنفس الطريقه. طبيعي. يا ريتني والله يا ريتني اعرف ابقى زي ماما. يا روحي والله. بابا اسمها ايه؟ مياده. مياده. بابا جميله جدا يا مياده. لا ما شاء الله يعني ربنا يكرمك وحافظي على كريم لان قليل قوي لما تلاقي واحد بيتكلم على حماته حلو كده. طب بالنسبه ما فيش بقى طلبات؟ عايزين 12 طقم مثلا تيفال و95 طقم جرانيت. لا والله 63 طقم. والله ما طلبوا اي حاجه يعني. ما طلبوش اي حاجه خالص. لا بامانه والله ما طلبوا اي حاجه خالص. بحب الفقره. وانت بتتقدم فحضرتك مثلا قلت لهم طلبات حضراتكم ايه؟ قالوا لك ايه؟
هم ما قالوا لي ما عندناش طلبات يعني ما بيشتري روب لا تجيبها دي هديه للعروسه يعني انت قدرها بس مش اكتر فانا لو عليا اجيب لها الدنيا كلها عشان الكلمه اللي هم قالوها بس مش اكتر ان ما حدش جه قال لي لا انا عايز كذا عايز كذا عايز كذا احبطني ما حدش احبطني هم سالوا لي الدنيا هم عارفين ان هم اشتروا راجل فانت حبيبي اسم الله عليك برضو انت بتحب بنتهم وولد مهذب يعني مظهرك مهذب ومحترم وهادي كده بس اوعى تتحول بعد الزواج ما بقى تتحولش انا طول عمري صغير وانا كده والله من هو صغير عندنا ما اتغيرش تحاولي برضو ده مننا برضو بلاش فاهمه نقول لان طيبه اه صح كريم شفتي طيب الفقره برضو بتاعت احنا مش تيجي راجل حصلت معاك ولا كان في يعني اصل حق كل ام وابا ممكن يقول لك لا احنا لينا طلبات بصراحه انا كنت بتعامل مع مامتها ست طيبه جدا والوالد متوفي من بدري الله من 2010 على ما اعتقد مامتها فيها ميزات كتير جدا حلوه هقول لحضرتك مثلا كانت مسهله لي كل حاجه كنت انزل اجيب الحاجه هي كانت حريصه ان هي تختار لي افضل حاجات ما كانتش تقيله عليا في اي حاجه خالص وزوجتي طبعا يعني برضو ساعدتني في حاجات كتير جدا وسهلت لي حاجات كتير جدا فالجواز جه سهل قوي يعني جه سهل قوي فاهمه طيب الطيبات والله العظيم انا دايما اقول فمامتها ست عظيمه جدا كانت مسهله لي كل حاجه كانت حريصه ان انا مثلا عايز اضيف حاجه زياده تقول لي لا خلاص كده كفايه يعني انا اوفر لك كذا نظبط لك كذا فده كان بيديني ريحيه ان انا اعمل اكتر يعني فاهمه قصدي يا رب انتوا تبقوا رساله والله انا كل فقره بعملها اجتماعيه كده ببقى نفسي ان ربنا كده يعني يا رب الخير اللي في الفقره يتنقل سهلوا على الشباب ويسروا الامور ومعانا نموذجين كريم لسه خاطب ربنا يكرمه ان شاء الله وموسى الحمد لله ربنا اكرمه واتجوز والاثنين بيقولوا ان اهالي الزوجات او الخطيبه ما كانوش قاسيين عليهم في الطلبات ما اجحفوش عليهم وعارفين انهم شباب ولسه صغيرين في بداياتهم فهو النماذج اهي يعني ده بيقول حماتي سهلت عليا الدنيا طبعا ليها فضل كبير جدا على فكره والله العظيم يعني في تاثير كل حاجه يعني انا اقول حاجه تفكر لي انفذ بمنتهى السهوله هي ومامتها يتفقوا بالراحه كده نعمل كذا 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 فكل حاجه كانت متسهله يا ما شاء الله يعني ليهم فضل كبير جدا عليا بصراحه ياسمين طب انت مثلا ما كانش ليكي مثلا قبل ما تشوفي موسى مواصفات معينه عايزه الشبكه بشكل معين عايزه كذا لا لا خالص يعني ركزت على حاجات تعيش اكتر من الشبكه إيه؟ والاخلاق الاصل طيبه الراجل نفسه انسانيته معاملته ليا تقديره ليا دي عندي اهم من الشبكه وال انا لازم اسقف ودي دي على فكره دي اللي اتعاملنا بيها الغدر لان القناعه دي انا خدتها من مامتي يعني ان مامتي اختارت نفس بنفس الطريقه هي قنوعه جدا على فكره فماما ربت فيا القناعه ان انا ابقى قنوعه مع الشخص اللي قدامي ان انا في حاجات اهم من الفلوس والشبكه والحاجات دي كتير يعني طيب الاستاذه لسه مخطوبه طبعا انتوا قصه حب من 4 سنين بس برضو في مواصفات معينه انت اكدت في دماغك ان لازم كريم هو اللي يبقى شريك حياتي ايه بقى المواصفات اللي في كريم لا هو كتير يعني هو كريم حنين وطيب عينه مليانه بيا يا سلام مش ما يقدرش يبص لحد تاني واللي هو مش اي حد يدخل دماغه بقى واللي هو ممكن يشوف بنت حلوه مش عارفه ايه يشوفها ايه لا وتقى خلاص لا هو بيحبني بجد من جواه مهما كنت انا تقضي ايه طب وانتي بقى قصاد الحب ده هتعملي له ايه يا اقدم له عينيا يا روحي كل حاجه يا روحي يا كريم هنتحسد هنتخانق هنا اقول بالله بسم الله ما شاء الله الله اكبر بسم الله ما شاء الله كريم ايه الكلام الحلو ده مش عارف رد بقى انت رد قول ربنا يخليها ليا طبعا يعني ربنا يقدرني ان اعمل لها كل اللي عايزاه وعايشه في عيشه حلوه يعني انتوا ولاد اصل انت واضح ان انت من بيت محترم برضو انت كمان وربنا حماتك ايه اخبارها دي حبيبتي عسل والله طيبه برضو طب وبالنسبه ما جاتش قالت لك اكسري لي البندقيه دي وريني سنانك ما شدتش شعرك لا 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 هي عارفه ماشي هي عارفه شعري من وانا قد كده ما هي شايفاني من وانا قد كده نميت قدامها فهي عارفه مين تو ابو شايفاني ربنا يسعدكم ويكرمكم يا كريم وتعزموني على الفرح اكيد يا استاذ مش حاجه هنعزمكم خلاص لا اعزموني خلاص يا حبايبي ربنا يسعدكم كريم وتو حبيبتي والله جدا جدا لوجودكم ربنا يمنع عنكم العين يا حبايبي ويكرمكم وحافظوا على بعض وانجزوا وخلصوا حاضر هتيجي في البيبي يجي بس البيبي وانا اجي ازغرط ربنا وارش الملح وادق الهون يا حبايبي شرفتوني وانستوني شرف والفقره دي كانت فقره جميله كده وكلها طاقه حلوه شباب زي الورد واهالي زي الورد اهالي الشباب دول الحقيقه شكرا ليكم ان انتوا ميسرين الدنيا على الشباب عشان يتجوزوا ويعملوا بيوت ناجحه باذن الله
للأسف الفقرة الحلوة دي خلصت، استنوني فقرة جاية إن شاء الله تعجبكم. جينا بقى للفقرة الطيبة، الفقرة اللي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والفقرة دي بالذات في اليوم ده بالذات بتبقى فقرة طيبة وكلها إيجاب وبتدينا تفاؤل وبتفرحنا، لأن بنشوف نتاج أعمال الخير اللي حضراتكم بتعملوها. الفقرة دي بشرفني فيها الخلوق، الشاب الحال لو في كده منه واحد في كل مؤسسات البلد يعني هنبقى حاجة كويسة جدا جدا، ربنا يكتر من أمثاله. الأستاذ عبد العزيز رضا المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة، شرفتني وأنستني. شرف لنا دايما بوجودنا محرك السنة. الله وأنا أسفة بعتذر للتأخير، احنا تأخرنا على هيكشف، بس يعني كتر ألف خيرك وجودك معانا، بس بنكون محتاجين حضرتك فعلا لأنك أنت الوحيد. طبعا شيخنا الافاضل فوق دماغنا بيعرفونا ازاي ديننا وبياخدونا من ايدينا كده يدلونا على الطريق اللي نمشي فيه، لكن حضرتك اهميتك بانك بتديني طاقه حلوه حتى لو انا ما كنتش لسه ابتديت يعني امشي في هذه الطاعه العظيمه وهي الصدقات ومساعده الغير. فانا بفرح بالانجازات اللي انت بتقولها لنا كل مره في انجاز، وبفرح الحقيقه بطاقه المتابعه اللي عندك. انت ما شاء الله شديد الدأب، ربنا ويعني وصلت بشكوى يمكن من والدتك انها ما بتشوفكش ويعني وبيتك برضو ربنا، بس انت بتعمل كل خير الحمد لله. عايز اعرف الجديد في مشروع من المشاريع العظيمة والاستثمار الذكي مع الله، وهو مشروع وقف النخيل. ايه الجديدة بقى عند حضرتك؟ انت كل مرة بتفرحنا بجديد. طيب هو مشروع وقف النخيل مش بس بيبقى فيه جديد طول الوقت، ومش بس هو بالنسبة لنا مشروع بيتضمن أنه في جدولة المشاريع اللي عندنا في مؤسسة نبض الحياة. مؤسسة نبض الحياة مؤسسة رائدة، ربنا سبحانه وتعالى كتب لينا فيها فضل التواجد أو فضل المشاركة فيها. احنا كلنا أفراد عاملين في مؤسسة نبض الحياة، سعينا وهدفنا الوحيد الارتقاء بمستوى الفكر العمومي لفكرة الخير عامة أو التنمية عامة، وده احنا خدناه من دافع الدولة وتنمية الدولة لمؤسسات المجتمع المدني تحديدا في الخمس او الست سنوات الاخيرة يعني. وبناء عليه لما تعدل القانون فتح لنا باب الاستثمار وقال للجمعيات لازم تغير النمطية الفكرية بتاعتها والمؤسسات من فكر خيري بحت لفكر خيري مترابط شوية بالاستثمار، علشان نقدر مع الوقت نقول او نغير فكرة ان طول الوقت انا بخاطب حضرتك اقول لك انا عايزك تتبرعي معايا علشان نقدر نعمل نساعد بنت يتيمة، نقدر نساعد حد في التعليم، نقدر النهاردة نعمل وصلة ماء لحد، نعمل بير لحد، نعمل محطة تحلية في قرية. كل اوجه الخير دي بينقطع او مش بينقطع، الخير بتاعها بيبقى مرة واحدة بتتقدم حضرتك بالخير وبعد كده خلاص الدنيا بتقف بتنفيذ الخير اللي حضرتك اتبرعت او الفعل اللي اتبرعت لأجله. لكن فكر الاستثمار الخيري وتشجيع الدولة لفكر الاستثمار الخيري ده اللي خلانا ياخدنا لفكرة وقف النخيل الخيري. لما ابتدينا فكرة وقف النخيل الخيري كانت مجرد فكرة بالنسبة لنا، ابتدينا تنفيذها في مساحة صغيرة جدا 10 فدان. قلنا العشرة فدان هنشوف التجربة، لان التجربة جديدة ما كانش فيه سابق فكر ليها قبل كده في مصر. الحين انتم يعني المؤسسة نبض الحياة تحديدا هي السابقة وهي الاولى الحمد لله في هذا المنهج، وهو منهج الاستثمار الحمد لله لصالح المتصدق. بالظبط، يعني لصالحي انا كحد بيبذل يعني جزء من ماله لطاعه الله، فانت مش مجرد ان انا معايا مثلا 5000 جنيه فدفعتهم مره وخلاص، لا ده انا ال 5000 جنيه دول مؤسسه نبض الحياه باذن الله طبعا ويا رب ان شاء الله القبول بتضمن لي بيه استمراري او عداد الحسنات، لان ده فعل لا ما بيخلص. يعني النخله بتولد فسائل وكل فسيله بتبقى نخله فبتولد فسائل، فانا الى ما شاء الله ليا بقى واللي انا تصدقت بالنيابه عنهم مثلا لوالدي الله يرحمه او والدتي او حمايا او حماتي او لاولادي، هدف الصدقه دي في النخله دي ان ربنا يحفظ لي ولادي ويحميهم لي، فدي الى ما شاء الله. بالزبط. فهو استثمار شديد الذكاء. بالظبط، هو ده فكر الاستثمار، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى ان احنا كل الناس اللي حوالينا بتشهد لمؤسسه نبض الحياه بالنجاح في مشروع وقف النخيل الخيري وبالرياده في وقف المشروع الخيري. كل الناس بقى ثانيه واحده، احنا بنشوف
الحمد لله حضراتكم دول المشاركين. لا يعني اللي انا عايز اضيفه كمان لحضرتك مؤسسات المجتمع المدني الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وكل مؤسسات الدوله بتشيد بمشروع وقف النخيل الخيري اللي تم تنفيذه في مؤسسه نبض الحياه. لا يا فندم كمان الجميل عند حضراتكم التقارير الحقيقه الحمد لله التقارير اول باول زي ما قلت ان يمكن ما يميز مؤسسه نبض الحياه عن اي مؤسسه اخرى طبعا كل الناس افاضل يعني فوق دماغنا لكن انت ما بتجيش غير وانت جاي بتوريني نتاج فعل خير ده حقيقي فبتحفزني ده حقيقي يعني انا اسر البلد ما بتشحتش انا عايز اقول يعني لحضرتك يعني ما هو فكره احنا فكره ان هو ما بتشحتش او ان انت وسيط ما بين حد وما بين حد مستفيد ومنفق الفكر ده لازم يتغير مع الوقت لان في واقع الامر احنا بنقول دايما اللي بينفق ده هو اللي محتاج مش المستفيد هو اللي محتاج احنا بنغير نمطيه الفكر ده يا استاذه نشوى بحيث ان احنا بعد عدد سنوات قليل جدا نبدا نخاطب حضرتك ان انت ثمره الصدقه بتاعتك النهارده بيتعمل بيها كذا مش النهارده عايزك تتقدمي بصدقه عشان اعمل بيها كذا أيوة. وده الفرق الكبير اللي احنا بنتكلم فيه مش طول الوقت نبدا نخاطب الناس بان هو تبرعوا عايزين نساعد غيرنا عايزين نقدم صدقه لغيرنا لا احنا مره واحده من التبرع اللي حضرتك بتساهم بيه او مرتين او ثلاثه في ناس بتعمل بالفدان في وقف النخيل الخيري ايوه ايوه فايا كان حجم الصدقه اللي حضرتك قدمت بيه ده ليه ريع او انتاج او استثمار بينتج عنه بعد عدد من السنوات تقريبا من السنه الثالثه بنبدا نشوف بشاير زي ما ربنا سبحانه وتعالى كرمنا السنه دي وده المفترض بيبقى من السنه الرابعه ومن السنه الخامسه بيبقى عندنا انتاج الانتاج ده كله بيتحط في وجه الخير اللي حضرتك اشترطت بيه مسبقا في العقد اللي بين حضرتك وبين مؤسسه نبض الحياه ده الفكر اللي احنا عايزين نختلف يعني عايزين نطلع من نمطيه الفكر الخيري في مصر وندخل لنمطيه جديده جدا وتعدديه كمان في المشاريع انا عايز اقول لحضرتك الارض النهارده مش هيبقى مقتصر ان احنا زرعنا وعملنا عدد مثلا الاف الفسائل او الاف النخيل اللي اتزرع في الارض والموضوع كده خلص لا ده في بعد كده انتاج في مصانع هتتعمل وفي مصانع وفي تسويق وفي ناس هتشتغل وفي هو فعليا في ناس شغاله أيوة في صح ما يقرب من 250 فرد شغالين في المزرعه اقامه كامله أيوة. فعايز اقول لحضرتك ده تنميه للاقتصاد بشكل عام هيدي انتعاشه كبيره جدا حضرتك مش بس العائد بتاعها على او العائد من الصدقه ده على الاسر المستفيده اللي انت اشترطت ليهم في بدايه التعاقد لا ده كمان الناس اللي شغاله المصانع اللي هتتعمل ده تنميه اقتصاديه بوجه كامل وعايز اقول لحضرتك احنا عندنا مفاجآت يعني احنا النهارده بعد احنا بعد عيد الاضحى قريب جدا هو اتبع ان شاء الله شهر او اتنين كمان هندي لحضراتكم مفاجآت كبيره الله جدا أكبر. في مشروع في النخيل او الاستثمار الخيري بشكل عام علشان كده انا بفرح بوجود حضرتك ربنا يا رب يكرمك ويزيدك من هذا الدأب يعني في لصالح الله ويعني لخدمه الله. كل الساده الافاضل المتصدقين فاستاذنك بس عشان اخواتي عايزيننا نطلع نشوف تقرير نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع استاذ عبد العزيز النهاردة السبت 20 مايو 2023 الموسم الخامس على التوالي لزراعة النخيل في مؤسسة نبض الحياة النهاردة احنا بيشاركنا في فرحتنا 5000 متبرع 5000 متبرع من كل أنحاء الجمهورية جايين علشان ينبسطوا معانا وجايين علشان يشاركوا معانا في الوقف الخيري جايين علشان يثبتوا قد ايه مؤسسة نبض الحياة صادقة في تنفيذ وعودها معاهم ازيك يا امي عامله ايه؟ بارك الله اسم حضرتك ايه؟ هي محمود صبري حضرتك اول مره معانا ان شاء الله؟ اول مره حضرتك عامله النخله دي بقى لحضرتك بس ولا في حد شريك معاكي في الخير ده؟ اربع مع بعض ان شاء الله يعني النخله دي في شراكه فيها انا عاملاها انا مدخله فيها اخواتي ربنا يجعلهم في ميزان حسناتهم كلهم ان شاء الله وبشكركم بشكركم بشكركم اللي حققتوا لي الحلم لان احنا كنا بنتفرج في التلفزيون واقول امتى هوصل لمؤسسه نبض الحياه وازرع بايدي النخله ويجعله في ميزان حسناتكم كلكم يا رب امين يا رب العالمين انا زرعت نخله وزرع نخله الناحيه دي كبر ليا والجزء اللي ميت انا مبسوط جدا وسعيد جدا اللي ربنا حقق لي الحلم يعني الواحد يموت وهو مطمن ان هو عمل اي خير في حياته الله يخليك الحمد لله رب العالمين معايا الصدقه بس محتاج الجهه اللي هي فيها الصدق والثقه صدق والثقه الاثنين دول انا لقيت هنا صدق وثقه وحاجه حلوه وهو احنا في ارض الواقع اهو يا جماعه مش تمثيل وانتوا كده المصداقيه بتاعتكم جابتني بدل مره مرتين وثلاثه والورق معايا
دي مصداقية 100%. اديكم شايفين الموقع، مئات بل الاف والسيارات ومجهزة وكل حاجة، وقاموا معانا بالواجب قوي 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 وزيادة، والحمد لله بفضل ربنا. اقول له تعالى عشان المصداقية، عشان جينا مرة واثنين ولقينا بسم الله ما شاء الله حاجة لا هي كده ولا كده، اللهم صل على النبي. ناس كبار في السن ربنا يديهم الصحة، ناس تعبانين وجايين على عصاية وجايين على عكاز وجايين بنفسهم عشان يزرعوا، يعني يشوفوا الموقف الجميل ويشوفوا الموقع الممتاز. في الدور الثاني بإذن الله من غير مقاطعة، ربنا يفرجها عليه. وأنا بنصح كل واحد وهو على قيد الحياة يعمل صدقة جارية. لمين؟ الغلابة والمحتاجين والأرامل واليتامى وكل الناس دي اللي محتاجة مساعدتنا. احنا معاكم طول الوقت حريصين على تلبية طلباتكم وتنفيذها على أكمل وأحسن وجه. نبض الحياة هي حضراتكم، وحضراتكم نبض الحياة، ووقف النخيل هو نبض الحياة. كل سنة وانتم طيبين. هقف عند جملتين، جملة أخويا الفاضل قالها، قال أنا فرحان إن أنا بعمل صدقة جارية على حياة عيني، ما يستناش لما حد يعمل له، هو موجود بيعملها وما شاء الله فرحته باينة. وأمي الفاضلة اللي قالت أنا عملت مرة واثنين وثلاثة وحاجة تاني. الحمد لله. وأمي اللي في الأول برضو قالت النخلة دي إحنا مشتركين فيها أربعة. فإيه الجمال ده؟ وكلهم مش ملاحظ حاجة، كلهم يعني حالتهم لا تدل على ثراء فاحش. طبعا ده حقيقي. دي ناس مش ملاحظ. هو ده الواقع اللي احنا فيه. احنا الواقع الواقع ان مشروع وقف النخيل الخيري الخاص بمؤسسة نبض الحياة، كل المشاركين فيه احنا بنتعامل معاه ان ده ملكية عامة للناس دي. الناس دي اللي ليها الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اذن ان الوقف ده يقام، والناس دي كانت هي السبب في ان الوقف ده يوصل للمرحلة اللي وصل لها النهاردة. احنا بنسعى وبنجتهد طول الوقت. انا عايز اقول لحضرتك انا ببقى بتفرج على التقرير رغم ان انا عايش في الارض. وان زمايلي المهندسين والعمال والاداريين وكل اللي عاملين في مؤسسة نبض الحياة هدفهم الاساسي وخدمتهم الاساسية هو المشروع ده، بس عايز اقول لحضرتك رغم كده لما بتفرج على التقرير او بشوف والله ببقى سعيد. انا عايز اقول لحضرتك احنا بننام وبنحلم بالمشروع ده، والله بنبقى نايمين فعليا. انا ببقى نايم وببقى كأن انا في المكتب، كأني في الارض طول الوقت، بنبقى متعايشين في الاجواء دي. ليه؟ احنا هيجي علينا وقت من الاوقات لما بندخل مثلا، احنا لسه خارجين من موسم الاضاحي. ايوه. قبليه كان موسم رمضان، واحنا في عز موسم الاضاحي كنا شغالين في 4 أو 5 ملفات في عز الموسم. تخيل حضرتك ان لما بنيجي نعمل كراتير رمضان او بنذبح عجول سواء في الاضاحي او في غير الاضاحي، او اتعامل الطعام طول العام. أيوه. علشان حملة وتعاملون الطعام، او بنجهز عرايس، او بنعمل اي حملة من الحملات، لازم اخطب الجمهور علشان اقول له تعالى ساعدني في ان انا اقدر البي للناس احتياجاتهم دي. طب احنا هيجي علينا وقت من الاوقات ومش هنبقى محتاجين ان احنا نخطب الناس، دي السعاده بالنسبه لنا. مستناش وده الانتظار، زي ما حضرتك بتبقي منتظره نتيجه اولاد حضرتك ذاكروا واجتهدوا. أيوه. ونجحوا او اجتهدنا في اي مجال من مجالات الحياه ومنتظرين النتيجه بتاعتنا، نتيجه التعب ده اللي احنا فيه النهارده، ده اللي احنا قاعدين بنرعى وبناخد بالنا طول الوقت من الارض، علشان هيجي علينا وقت واحنا داخلين رمضان لو كنا بنستهدف 30,000 كرتونه او 20,000 كرتونه، بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل المشروع ده هنقدر نعمل قد اللي احنا كنا بنستهدفه عشرات المرات. وحتى لو ما كانش الناس المتبرعين الموجودين في مؤسسة نبض الحياة عندهم القدرة المالية في الوقت ده ان هم يتبرعوا، انا بس عايز جمال المشروع. انا عايز انبه برضو اخواتي اللي هيشتركوا ان شاء الله او المشتركين كمان في وقف النخيل، انت بتعمل مثلا كرتونة رمضان، ربنا يديك الصحة والعمر بعد الشر ما كلنا لها يعني توفاك الله، انت ممكن تقول انا عايز افضل اعمل كرتونة رمضان من ريع النخلة دي مدى الحياة. ما بعد الحياة يعني. لا انا قصدي حتى بعد وفاتك هيبقى في كرتونة باسمك. صح. او كرتونتين او. صح. يعني حسب الاوجه اللي انت هتصرف فيها، فانت عدات حسناتك شغال والدعوات جايالك وانت خلاص الفعل الكبير عملته وخدت القرار انك تستثمر مع الله فعلا. صح. فده يعني شيء عظيم. مين هو، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مين فينا ما بيسعاش ان طول الوقت يبقى حياته فيها اختلاف؟
احنا حريصين ان احنا طول الوقت لازم بنشوف المدارس اللي بندخل اولادنا فيها، بنشوف حتى لو ايا كان مستوى المدرسه اللي ابني فيها، دايما بتابع مع المدرس بتاعه ومع الميس بتاعته ومع اشوف الدنيا بتاعته عامله ازاي. عندي طول الوقت حرص ان انا لازم النهارده ابقى غير امبارح وبكره اكون غير النهارده. طيب ليه ما بخصصش جزء في حياتي ربنا سبحانه وتعالى، وتحديدا في حاجه يكون فيها فكر مختلف وفكر استثماري مع ربنا سبحانه وتعالى مش بس في الدنيا؟ ودي اسهل حاجه لانها محتاجه قرار ان انا اشتري نخله بالزبط. او يعني اساهم بنخله في هذا الوقت بالزبط. بس واشيل دماغي الباقي يعني الباقي هو سيستم هو خلاص اتحسب لي وهو شغال، وفي ناس شغاله عندي يعني شغاله عندي فعلا وشغاله لي. ده حقيقي. وربنا يديك العمر يا امي ويكرمك ان شاء الله يا رب. هو استاذ عبد العزيز الميزه اللي فيه اللي دايما يقول انا مش شغال يعني المساله مش معتمده عليا، انا باسس لاداره طبعاً. الاجيال اللي جايه تدير طبعاً. يعني برضو المساله مستمره طبعاً. مش خاصه بفرد طبعاً. وده ده العظيم على حياتك انك في تحت ايدك أنا عايز أقول ناس بتربيهم على الاداره دي. انا عايز اقول لحضرتك حتى انا شغال انا في حقبه زمنيه معينه، يعني انا ما وصلتش لل 40 مثلا. ربنا يديك يا طيب حبيبي العمر كله. احنا عندنا في المؤسسه ربنا يدي لزمايلنا واخواتنا واساتذتنا الافاضل العمر ومشايخنا وكل الناس اللي في كل مكان. احنا عندنا ناس كبيره جدا في السن وعندنا ناس اقل مننا في السن، كل حد عارف، وعندنا السياسه التشغيليه واحده. احنا انت عندنا عملت سيستم سيستم مش بتاع افراد بالزبط. سيستم بتاع اداره ومنهج اداره للي جايين. وانت غيرت الافراد لابد من استمراريه. احنا الفكر ده احنا على فكره خدنا اكتر من سنتين عندنا تدريب دايم داخل مؤسسه نبض الحياه ان مفيش حاجه اسمها مسؤول طلع على المعاش او مسؤول او تملك الفكر، لان احنا كان عندنا مشكله في حاجه اللي هي ايه، كتر حبنا للمشروع ده خلى بقى فيه ترابط. يعني شوفي رغم حضرتك ان دي حاجه كويسه جدا وحاجه تطمن جدا، الا اننا حريصين طول الوقت ان ما نخليهاش مزروعه جوانا. أيوة. ارتباطنا يبقى ارتباط روحي ما يبقاش ارتباط جسدي. ايوه. فطول الوقت بننمي داخل المسؤولين، لان الارض فيها حاجه غريبه جدا حضرتك لو نزلت فيها. لا انا نزلت وشفت وحسيت وعشت. لا في ترابط غريب الشكل بيحصل. فاحنا طول الوقت بنقول لا الارتباط ده لازم يكون روحي، والارض مع الوقت الارض دي ان شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى لما نطلع للارض الجديده هيبقى فيه فريق جديد، ولما نطلع للامتدادات الجديده هيبقى فيه فرق وتعدديه فرق جديده، لان كل نخله بتتزرع كل سنه باذن ربنا هيكون ليها على الاقل فصلتين. لا ده ما شاء الله، مفيش نخله عندكم فصلتين، ده ما شاء الله خمسه وسته. انا بقول على الاقل يعني على الاقل، لان احنا بنخف الانتاج بتاع النخيل اللي بيبقى عليها. أيوة. ده علشان ناخد لما يطلع منها اثنين او ثلاثه ويكون ضامنين نسبه النجاح بتاعتهم باذن الله بما لا يقل عن 99% احسن ما يكونوا خمسه ونسبه النجاح بتاعهم 60%. أيوة. هكذا في التمور يعني بنخف برضو. انا عايز اقول لحضرتك زي ما حضرتك ربنا سبحانه وتعالى بيختص ناس معينه بيشاور عليهم ويجعلهم من اصحاب هذا هذه الطاعة العظيمة، يعني اكيد في حد يتفرج عليه دلوقتي قلبه الحمد لله قلبه احنا وعقله. احنا عايشين قلبنا وعقلنا فيه وعقله، لانه عقله الذكي انا عايز يعني مش عايز اعتمد على اولادي انهم يعملوا لي صدقات جاريه. صح. انا عايز اعتمد على نفسي وانا عايشه. صح. وحقيقه يعني ده يعني مبلغ في هذا الاوان هو مبلغ زهيد ان انا اشتري بيه اخرتي. وعايز اقول لحضرتك حاجه، المبلغ ده احنا لحد النهارده رغم تغير الظروف اللي احنا فيها هو 5000 جنيه زي ما هو محافظين على سعر الصك للنخله. وليه احنا عارفين ازاي احنا عارفين نحافظ على سعر الصك للنخله؟ لان عايز اقول لحضرتك فضل ربنا سبحانه وتعالى اللي من علينا ببدء تنفيذ المشروع ده في بدايات 2020 لما بدانا ننفذ المشروع واشتغلنا فيه، هو اللي مخلينا قادرين النهارده ان احنا نحافظ على سعر الصك. فعايز اقول لحضرتك اللي بيساهم النهارده اللي سبقه قبل كده من سنه واثنين وثلاثه ليه فضل في اللي بيعمل النهارده، لان هو السبب في ان اللي بيعمل النهارده. يعني لو انا من الاوائل يعني اللي اشتركوا فانا باخد ثواب طبعا. ده اللي بيتصدق جديد لان انا ليا نصيب في الصدقه الجديده طبعا. وهو سبب اساسي كل الناس اللي اتبرعت في المشروع ده في الاول في اولى المراحل التنفيذيه بتاعته، هي السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى ان المشروع مستمر النهارده. ما شاء الله. هي السبب ان احنا قادرين نحافظ النهارده على ان المشروع قيمه الصك بتاعته ال 5000 جنيه ما تزيدش. سعر النخله انا عايز اقول لحضرتك الضعف، سعر الطاقه الشمسيه اللي بتتعمل الضعف 3 او 4 اضعاف مش ضعفين، سعر الابار اللي بيتعمل الضعف، سعر محطات الري اللي بتتعمل في الارض كلها على امتداد الارض تحت كل نخله بالتنقيط والكلام ده كل ده الضعف، العماله نفسها سعرها الضعف طبعا. فالناس دي ليها الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ان الوقف ده النهارده موجود، وان كل 4 أو 5 شهور بيتعمل له امتداد وبيبدا تخطيط لامتداد جديد، فبيكون فيه مجال لناس جديده تدخل تساهم في المشروع ده. فعايز اقول لحضرتك يعني
السابقون الأولون في مشروع أو السابقين الأولين في مشروع وقف النخيل الخيري، إن شاء الله أنا على ثقة من ربنا سبحانه وتعالى إن هم هيكون ليهم ثواب في كل حد النهاردة بيتبرع جديد أو بيساهم جديد في مشروع وقف النخيل، يا رب، لأن هم اللي ليهم الفضل في بقاء المشروع ده طبعا، والعاملين في مؤسسة نبض الحياة والعاملين في المزرعة، إخواتنا المهندسين وإخواتنا العاملين في المزرعة بشكل كامل، والاستشاريين الصف الاستشاريين الخاص بمؤسسة نبض الحياة في مزرعة وقف النخيل الخيري، أنا بتقدم لهم بكامل الشكر والتقدير على مجهودهم وإقامتهم الدائمة في مكان عايز اقول لحضرتك صحراء، وده هو النهارده بقى الصحراء الحمد لله فضل ربنا، بس مهما كان قصدي ما فيش الصعوبه كمان الاكبر يا فندم، ايوه هو سايب برده اسرته وسايب بيته وسايب اولاده وسايب كل وسايب كل حاجه ومنقطع عن العالم، يعني المكان هناك اصلا ما فيهوش شبكه ومنقطع عن العالم كله، وعنده هدف ان هو بيرعى الوقف ده علشان عارف ان الوقف ده بعد عدد سنوات محدد هيكون هيخلينا في حته تانيه خالص، هيخلي الاسر المستفيده في يعني سعينا لان احنا نقدر نوفر لهم احتياجاتهم اخف أيسر، قدرتنا على تلبية احتياجاتهم أسرع، فده نموذج أتمنى من كل حد بيشوفنا دلوقتي أن يكون ليه مساهمة فيه، لأنه والله العائد بتاعه هو نفسه هيلمسه قبل أي حد مستفيد. وإخواتنا اللي سبقونا اللي بنشوفهم الفرحانين واللي ليهم تجارب مرة واثنين وثلاثة ونخلة واثنين وثلاثة وكل ما يروحوا داقوا حلاوة الطاعة دي ورد فعل الطاعة كمان، يعني أكيد هو ربنا أكرمهم فحسوا بأن لا أنا لازم أجتهد أكتر وأشتغل أكتر في طاعة الله. طب في فعل طاعة تاني برضو مؤسسة نبض الحياة مشكورة الحقيقة مهتمة بيه أهمية لا تقل عن اهتمامها بالاستثمار الخيري في وقف النخيل، فاسمحني نشوفه ونرجع برضو عايزين كلام حضرتك عنه، نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع أستاذ عبد العزيز. واحنا بنتجول في 21 التابع لمركز المطامير محافظة البحيرة، بنتجول بمؤسسة نبض الحياة بالناس الحلوة اللي فيها بالناس الجميلة والدعم الأكبر اللي حضراتكم بعتوه والهدية الرائعة اللي بنوصلها لكل إنسان انتم استأمنتم مؤسسة نبض الحياة عليه، ونوصل السعادات والفرحة والسرور لكل إنسان بنيجي ونديها له هدية لحد عنده ونقول له اتفضل ده متصدي جميل جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى بعت لك الهدية ديت، ومؤسسة نبض الحياة جاية تركب لك النهاردة عداد مية جميل، ومعانا ومع حضراتكم إحدى الناس الجميلة جدا اللي دعواتها طالعة من القلب. زي حضرتك؟ الله يسلمك. عاملة إيه؟ الله يخليك ويخليك لينا يا رب، أنا ترمش منكم. فرحانة يعني؟ فرحانة طبعا طبعا، فرحان فرحانة بوجودكم الله، ربنا يخليكم لنا ما نتحرمش منكم. طب كنت بتجيبي ميه قبل كده منين؟ كنا بنجيبه من الترعة، بنشيله ميه على راسنا من الترعة. نعمله ايه؟ تروحي كم مشوار كده في اليوم؟ 4 مرات 5 مرات. مين اللي قاعد معاكي بقى؟ من الترعة اللي فوق دي، ما معيش الا ابني ده واربع بنات جوزتهم وانا وهو بس. هو شغال ايه؟ شغال على دراعه كده باليومين. انما الحمد لله يعني دلوقتي كده العداد اما ركب فرحان. احنا ندعي لكم في كل وقت كل وقت ندعي لكم ربنا يخليكم ويخلينا لكم ويخليكم لنا وما نتحرمش منكم ابدا. والله احسن دعوه انت قلتها دلوقتي يخلينا لكم، لان احنا فعلا والله احنا اللي جايين نسمع الدعوات الحلوه منك. ربنا يخليكم لنا وما نتحرمش منكم ابدا وتخلوكم على طول الخير كده. وفي ختام يوم جميل في مركز ابو المطامير في محافظه البحيره، رحنا في قرية 21 وقرية التفتيش الرابع وقرية الكفاح وقرية الحرية، وفي كل مكان كنا بنشوف فيه فرحة وابتسامة وأمل، وبرضو بنشوف فيه ناس محتاجين إن احنا نزورهم تاني وهيفضلوا قاعدين ومستنيننا. بنحب نشكركم ونشكر جمهور نبض الحياة إن انتوا خليتونا نيجي المكان هنا ونكون سبب في جبر خواطر كل حد من أهلينا. شوف الجمال بقى، الجمال يا جماعة إن العداد دلوقتي كله صفار، العداد كله زيرو، وهيبدا العداد يعد ايه بقى؟ 1 2 3 4. ده بيعد، مش بيعد ميه ولا كيلوات، لا ده بيعد حسنات لحضرتك، بيعد بركات من ربنا سبحانه وتعالى، بيعد رحب بال. ياما ناس بفضل من ربنا عز وجل محتاجه تصفر عدادها، انت لسه ما صفرتش العداد؟ يلا بسرعه اتصل على 15740 وما تتاخرش وصفر العداد. Thank you.
انا بفرح قوي بفرحه اي حد يعني جات له وصله ميه، لان انا عارفه وكلنا عارفين في بيوتنا لو الميه اتقطعت نص ساعه ولا ساعه ولا يوم ولا خمس بنبقى يعني النور يتقطع لكن الميه ما تقطعش. فربنا يا رب يكرم كل حد يعني له فضل في ان واحده زي اخواتنا اللي كانت موجوده معايا وهم احنا ما شاء الله عملنا وصلات وعدادات كتير جدا جدا، فرحانه بانها مش هتروح تشيل على كتفها من الترعه، وفرحانه انها هتشرب شويه ميه نظيفه، يبقى ان شاء الله يا رب ما فيش امراض ولا انها بتشرب ميه من الترعه او حاجه زي كده. فانا فرحانه، انا التقارير بالذات بتاعه وصلات الميه بتفرحني من خلال فرحه الناس اللي انا بشوفها. الحمد لله وبفضل ربنا كل الشغل اللي بيتعمل او كل الانجازات في الملفات الخاصه بالنظام التشغيل لمؤسسه نبض الحياه اللي بتتعمل بتدينا كلنا نفس الشعور. بس هو ملف وصلات الماء تحديدا من الملفات المهمه جدا والملفات اللي انا ما بلاقيش حاجه اقولها فيها، لان هو يعني وصلت الميه هلاقي ايه اقوله في اهم حاجه وابسط حاجه المفترض يكون كل بيت بيمتلكها. ورغم كده في بيوت كتيره جدا احنا بندخلها، يعني يمكن التقرير اللي اتذاع ده من ابو المطامير محافظه البحيره، كنا فيه في 4 أو 5 كرة في الوقت ده بندخل وصلات مياه في 4 أو 5 كرة ما شاء الله. في نفس اليوم كانت الرحلة دي يومين على امتداد يومين نفذنا فيها الوصلات بتاعتنا. اللي عايز اقول لحضرتك ان مستحيل حد يبقى متخيل ان فيه بيت ما عندوش القدرة ان هو يقدر يدخل وصلة مياه، لا فيه وفيه كتير جدا وفي محافظات. مش عايز اقول لحضرتك احنا اللي بيتعرض ده في البحيرة، البحيره محافظه في وجه بحري وماش في وجه قبلي. أيوة. ورغم كده في احتياج شديد فيها جدا في ملف وصلات الميه. طيب لو عرضنا بقى للناس المشاكل اللي في محافظات تانية زي سوهاج مثلا، حضرتك مش هتقدري تتفرجي على شكل الاحتياج بتاع الاسر عامل ازاي، الا ان احنا بيبقى بيننا وبين شركات مياه الشرب والصرف الصحي بروتوكولات تعاونيه، بيبقى في عمليه تنسيقيه ما بيننا وما بين بعض كده، بنبدا نقول الترتيب الجغرافي لتوزيع الاسر الاكثر احتياجا بناء على سعر الوصله المحدد. يعني احنا النهارده بنعمل وصله الميه تكلفتها 3000 جنيه وتكلفتها 5000 جنيه حسب بعد حسب البعد وحسب المنطقه الجغرافيه لها عامل اساسي في تحديد قيمه الوصله، وحسب هل في امتداد للشارع اللي بيدخل فيه وصلات المية ولا ما فيش. انا برضو عايزاك تشير لحاجة مهمة جدا حضرتك يعني قلتها قبل كده، بس معلش ان نقول ان الدولة او شركة المية تابعة للدولة، ده اللي لسه هوضحه لحضرتك حالا دلوقتي. طيب سعر وصلة المية اللي هو 3000 او 5000 جنيه اللي احنا بنعمله لحضرتك النهاردة لما تتقدمي بها لمؤسسة نبض الحياة عشان تساعدي اسرة. أيوه. هو ده سعر الوصلة، ده مش سعر الوصلة. سعر الوصله لو حضرتك رايحه تعمليه النهارده في اي بيت عادي خالص في اي قريه هتلاقيها بتتعدى ال 15000 جنيه. أيوة. ممكن 10000 جنيه. ازاي احنا قدرنا نوصل ل 5000 و 3000 جنيه؟ ده فكره المشاركه المجتمعيه اللي حضرتك بتشيري ليها، والدعم اللي الدوله بتقدمه لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الخيريه والتنمويه علشان يقدروا يبقى لهم دور مجتمعي في وسط الناس ويقدروا يحصروا ويشوفوا الاسر الاكثر احتياجا والاولى بالرعايه. والدوله بتساهم معانا بجزء كبير جدا من ثمن الوصله من خلال شركه مياه الشرب والصرف الصحي. أيوة. فتكلفه الوصله فعليا لو حضرتك عايزه تعملي لحد قريب منك مش هتقدر تعمليها ب 5000 جنيه مستحيل. لان اقل سعر وصله مياه موجوده حاليا هتلاقي ب 9 و10000 جنيه. أيوة. فاحنا ده بروتوكول قائم ما بيننا وما بين شركه مياه الشرب والصرف الصحي على مدار السنه. احنا كل شهر بننزل محافظه. أيوة. واثنين وثلاثه مره وخلاص. لا ده انت ما شاء الله بالزبط. يعني وفكره العدد، يعني احنا كل ما بنقدر ننفذ عدد وصلات مياه اكبر كل ما بنقدر ندخل لمحافظات تانية مختلفة تكلفة وصل المياه فيها كبيرة، وشركة المياه مش قادرة تدينا سعر ال 5000 جنيه مثلا. أيوة. فأقصى حد قدرت توصل معنا فيه ال 7000 مثلا في سوهاج. أيوة. أو في المنيا. فلما بنقدر نجيب عدد وصلات أكبر الشركة بتقدر تعمل لنا استثناء تاني وتالت وتقدر تنزل لنا سعر تكلفة وصلة المياه. فده كله مبني على فكرة المشاركة المجتمعية. أيوة. أنا الدور ده ما أقدرش أعمله من غير السادة المتبرعين. طيب لو السادة المتبرعين موجودين وشركة المياه ساهمت معانا ما نقدرش ننفذه لو مفيش أسيادنا اللي احنا بننزل ليهم لو مش موجودين. طبعا. لكن هم كتير جدا يا أستاذ نشوى وموجودين في كل، واحنا حاصرين عدد كبير جدا من المحافظات ومؤسسة بننفذ. نبض الحياة الحقيقة كم ما شاء الله يعني ربنا يزيد ويبارك يا رب لله. المئات والمئات والمئات من وصلات المياه وغيرها لله. طبعا وغيرها يعني بشكل شهري الحمد لله احنا عندنا وصلات المياه بتنفذ، الابار بتنفذ، محطات تنقية المياه بتنفذ. ده في ملف المياه بس. يعني احنا يمكن حتى لما جينا ناخد كيرف شوية عن موضوع الابار الارتوازية احنا قلنا للناس رغم ان احنا ما ينفعش نعمل كده. احنا خلاص احنا التبرع احنا بننفذه وبنشوف المكان المحتاج، لكن لما شفنا ان في احتياج اكبر
بدأنا نوجه الناس ونقول لهم خلوا بالكوا في محتاجين أبرر توزيع وكل حاجة، بس مش هي الموجودة دلوقتي. احنا كثفنا كثفنا الجود عليها في سنتين ثلاثة والناس كلها اكتفت، محتاجين نركز فصلات المية ومحطات تحلية وأبر تجميل. ربنا يكرمك، ربنا يكرم كل اللي شغالين في مؤسسة نبض الحياة، ويكرم السادة المتبرعين. للأسف الفقرة خلصت، يعني إن شاء الله نتواصل دايما مع حضرتك، لأن احنا زي ما قلت لحضرتك بنطمن بوجودك. ربنا يعز حضرتك. فللأسف الفقرة دي خلصت، استنوني الفقرة الجاية إن شاء الله تعجبكم. الفقرة دي بقت مطلب جماهيري الحقيقة، والناس بقت تنتظرها وبتاخد منها طاقة إيجابية وبتدي أمل. وأي مريض الحقيقة له علاقة بأمراض العظام بقى، أو المفاصل أو الركب أو يعني الحاجات دي كلها، أو العمود الفقري، بيبقى بتعلق في أشياء. فقبل ما ابتدي الفقرة دي عايز أقول إن في ست فاضلة اسمها ست أم أحمد من بني سويف كلمتني عشان أبلغ رسالة لضيفي العظيم المحترم اللي الحقيقة ما بيتأخرش عليكم أبدا لما بنقول له الناس عايزينك فبيجي على طول. فبيشرفني في الفقرة دي يكون معايا دكتور سامي قنديل، استشاري علاج الألم والحقن بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية وعلاج خشونة الركبتين والانزلاق الغضروفي بدون تدخل جراحي. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك استاذ؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. طب الرساله بقى، اختي الفاضله دي قالت لي انا ما كنتش مصدقه بصراحه حكايه الخصم اللي هو جلسه على، يعني جلسه على المريض وجلسه حضرتك اللي بتتحملها. فقالت لي احنا، لان ما فيش حد دلوقتي بيعمل كده، فقالت لي احنا رحنا وزوجها الحمد لله كانت الامور تعثرت شويه ما كانواش هيكملوا، فراحوا واتحسبت لهم الجلسه مجانيه وبتشكرني انا. فقلت لها انا مالي، قالت لي خلاص بقى اتصرفي واشكري لي الدكتور. قلت لها ان شاء الله اول ما يجي لازم ابلغ الامانه. فشكرا لحضرتك وشكرا للمصداقيه، واحنا بناكد ان جلسه عليك وجلسه علينا دي في كل مراكز حضرتك في اي محافظه، في ال 21 محافظه، في ال 21 سنتر لينا، 3 في القاهره و 19 بره القاهره. الحمد لله رب العالمين، من ساعه ما بدات مع حضرتك من قربنا على 6 شهور ودي كانت البداية معاك، والحمد لله دايما أقول كده حضرتك كنت سبب في فعل الخير، وربنا يكملها إن شاء الله ونقدر نكمل كمان السنة دي كلها إن شاء الله. كمان 6 شهور جايين احنا هنعمل جلسة المريض هيتكلفها ويتحملها، الجلسة التانية مجانا تماما فري، مفيش أي فلوس خالص. ده غير بعيدا عن إن المريض بيكشف مرة واحدة، لو قعد كل الوقت معانا مفيش اي كشف تاني. ما دي معلومه جديده بالنسبه لنا، ولا انا اعرفها ولا الناس بيعرفوها. لا لا مفيش كشف تاني. لا يعني انا باجي ادفع كشف مره واحده ولو جيت كل مره بعد كده ما انا باجي استشاره حتى كان في بعض المراكز او الناس يعني، وده كان يعني بيبقى نوع من يعني انا ما بعتبروش تكلفة المكان او يعني حتى الاناره حتى الفواتير كذا حتى احنا الحمد لله برضو حتى فكرة ان يبقى فيه فلوس للاستشارة احنا منعين الكلام ده خالص. هو مريض خلاص اتعمل له فايل عندنا ونزل على السيستم وبقى له رقم وتليفوناته واتصالاته، خلاص مفيش كشف تاني. هيتكلف الجلسة الاولى، الجلسة التانية لما يحتاجها تبقى مجانا، لو احتاج التالتة هيعملها بتخفيض برضو، الرابعة مجانا تماما لو كامل الكورس بتاعه. بعد 6 شهور من اخر جلسة هيجي يعمل يعني كده بنقول على ايه، تامين لي على نفسه نطمئن عليه، ولو ونعمل له جلسه مجانا تاني. وبعد سنه واحده جلسه مجانا مش هندفع كشف كمان؟ لا. ايه يا دكتور ده ما شاء الله ربنا يكرمك. بصي والله هو الحمد لله انت حضرتك قلت كلمه وبامانه، دي اسمها ان احنا بنتاجر مع ربنا، لان بجد ربنا بالحمد لله رب العالمين بيقوينا بيعوضها لنا. الدعوه الدعوه كله. الدعوه دي بحاجات كتير جدا، وخلي بالك المريض فعلا يعني انا بستغرب لما يبقى مريض بيكلم مع الدكتور ساعات ويقول له كل اللي عنده معاشه مثلا. فانا بلاحظ حاجه غريبه، بعض الاطباء ممكن، وده مش عيب في طبيب، بيقول له انت علاجك خلاص عمليه تغيير مفصل. الغريب ان هو عارف ان المبلغ ده خرافي وبيعرضه على المريض. انا المريض عندي بيبقى حقنتين او ثلاثه وبلاقيه ظروفه مش مساعده. فيعني القصه دي يعني الحمد لله رعين لقينا لها حلول، لقينا ان المريض لما يعمل الاربع جلسات بتوعه يتكلف منهم اتنين فعلا بيجيب نتيجه كويسه الحمد لله رب العالمين. الطب للاسف لما الجزء المادي بيبقى فيه متحكم سنه بيعطلنا شويه، ولكن الحمد لله رب العالمين احنا مش هنقف
قدام المادة. يعني أنا عندي النهاردة علم جديد داخل عليا وتطور حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي عامل لي خدمة إن أنا استخدمها للمريض تحسنه جدا. المادة الزلالية اللي احنا بنحقنها مع البلازما العاوية اللي بتساعد البلازما عشان البلازما تستمر جوه الركبة. ده جديد بقى عند حضرتك واللي أنا حابة نتكلم عليه بتفصيل. أنت دايما عندك يعني ما شاء الله عليك ربنا يكرمك ويزيدك من فضله. تكرم. أنت مثال للطبيب الرحيم. يعني أنت شو بتتكلم على إيه؟ أنت قلقك أن يبقى في مريض راح لطبيب آخر وقال له لا لازم تغير مفصل، فأنت قلقك أن المريض ده ممكن يبقى على المعاش، معاشه 1000 جنيه ولا حاجة، أنت بتقولي هيجيب منين؟ ده تكلفة المفصل في أقل مكان، والمريض ده ما بيتقلوش هتعمل مفصل ويسمع الكلام ده غير في عيادة خاصة مع ذلك يعملها على حسابه. أنت متخيل ممكن يكون مئات الألاف؟ يا نهار اسود يعني طب ازاي؟ ولكن يعني الحمد لله ربنا بامانه، ودي انا بعتبرها يعني دي هبات من عند ربنا. ربنا بيدينا كل شويه حاجه كده نتعلم فيها تساعد المريض. احنا الحمد لله رب العالمين بنعمل كل ده علشان نعوض. احنا معانا راشز برضه اهو. احنا دي تحضير البلازما، ده تحضير البلازما. والحمد لله الحمد لله الحمد لله كل عيانينا بلا استثناء بيشوفوا الخطوه دي قدامهم بدون اي بيشوف اللي بيعمل. ساعات زمان كنت اسال المريض انت حقنت، يقول لي ما اعرفش. الكلمه دي كانت ساعات بتستفزني شويه، لكن قدام المريض بيتاخد عينه الدم منه بتتفصل قدام عينيه بتطلع البلازما بتاعته جاهزه متكيسه بيروح يقعد. طب ما هي فصل البلازما دي تكلفه كبيره برضه يا دكتور قوي. ما الحمد لله احنا يعني الحمد لله ربنا مقوينا ان احنا يعني عملنا ستوك كده الانابيب استوردنا فتره قبل قلق البتاع. احنا طبعا ربنا يا رب يفرج علينا ونقدر نستورد كميات تانية علشان نقدر نقف مع المريض. الماده الزلاليه اللي احنا ساعات بنستخدمها الحديث جدا فيها برضو ربنا بنتفاوض مع الشركه علشان نخفض التكلفه. نخفض التكلفه. طيب انا عايزه دلوقتي هتكلم باستفاضه عن الجديد من فضلك. تمام. بس هنشوف تقرير صغير. تمام. ونرجع نتكلم بقى مباشره ايه الجديد وحضرتك. تمام. هنرجع على اجابه حضرتك ان شاء الله. الجديد في هذا العلم اللي ربنا يكرمك جزء مهم انك جدا. يعني خليت الناس ما تعملش عمليات ان شاء الله. الله يكرمك. شوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور سامي. كانت ركبيه دي ان هي كانت بتغلي قوي وعندي التهابات جامده قوي 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 وعندي كانت بتطقطق رجليا. طبعا انا لما جيت وعملت الحقن طبعا الحقن قعدت فيه 3 اسابيع ومشيت على التعليمات الدكتور في الروشته من ورا وخدت العلاج بانتظام. طبعا بقيت كويسه الحمد لله وبشكر الدكتور ان ربنا جعله سبب لينا. اشكر الدكتور سامي ان فعلا رجلي عملت بلازما وبقيت كويسه جدا جدا. جيت عند الدكتور سامي انجيل الله يبارك في ايده، كل حاجته طبيعيه وانا حتى 4 جلسات حقن والحمد لله رب العالمين. دلوقتي بمشي برجليه زي الفل ولازم ابوس ايديه. كان عندك خشونه من الدرجه الرابعه ودلوقتي الدنيا ماشيه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بمشي في البيت واقوم اتوضى واصلي واروح الحمام، واذا ما التليفون يضرب اروح للتليفون اللي بعيد عن اوضه النوم، باب الشقه يضرب الجرس بقدر افتح باب الشقه. كنت الاول كنت بقى على وشي، دلوقتي لا بمشي بس ما فيش جري طبعا لسه. الله يبارك له الله يبارك له الله يبارك له. ثم ربنا ليه كل حاجه حلوه. يبارك فيك يا دكتور ويكتر من امثالك. بقالي مرتين اخد بلازما ومره خدت اكسجين. الحمد لله رب العالمين، نعمه من عند ربنا. بدات اتحرك من دهون العصايه في البيت، وقبل كده خدت حقن كتير عند دكاتره ما جابتش اي نتيجه. المره دي بسم الله ما شاء الله الدكتور سامي في منتهى الجمال، ربنا يحميه ويشفيه يا رب ويشفينا جميعا يا قادر يا كريم. متشكره جدا. والدكتور سامي حقني بالبلازما وحقنت مره الاكسجين، ودي تالت جلسه للبلازما. وبقيت اللهم صل على النبي بمشي بالتلات محطات على رجلي، بتكلم في بيرد الله والله. بقيت اصلي واقف واقعد واسجد وزي الفل، وانا رجلي زي الفل وبستجيب. وخسيت 8 كيلو بس انا هو قال لي خسي والتزمي بالتعليمات، انا خسيت 8 كيلو في شهرين اتنين. كنت ركبتي تعبانه جدا ما كنتش بعرف انام منها ولا بقدر امشي ولا اتقلب. وبعدين عرفت دكتور، جيت لنا مركز الشفاء عند دكتور سامي ودكتور يوسف، حقنت بلازما مرتين واخدت اكسجين مرتين برضو، والحمد لله بقيت اتحرك كويس وجزاهم الله خير عنا. الاولانيه كانت يعني متعبه بس الحمد لله خدنا الاولانيه والثانيه والثالثه والرابعه زي العسل، بنمشي زي العسل. ربنا يكفر المرض يا رب الدكتور. والحمى حلوه خالص ولا توجع ولا حاجه، والشفاء وربنا يخلينا اولاد.
كويس قوي الدكتور اللهم صل على النبي عليه، قالت حبنا دي بالصلاة على النبي، الحمد لله ما قوم امشي وهاجو ما امشي لديك هاو 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 ولا كنت اقدر اوقف على حيل ولا اعمل اي حاجه، الوقت عم اطلع فوق وانزل واعمل كل حاجه. من تاني حبنا خفيت والله، تالت حبنا روح حبنا الحمد لله. انا عنيدا معها توحيد ربنا من امي الفاضله اثنين. الام اللي بتقول لك انا بقوم وبروح افتح الباب وبقوم اصلي بس لسه بقى ما جريتش حبيبتي عايزه تجري اسم الله عليها، وامي الثانيه اللي قامت جريت فعلا الاخر شوط اللي قامت جريت انا اهو بصوا فرحان. الفرحه دي والدعوات اللي انت بتاخدها يعني يعني اللهم لا حسد يا رب، يا رب نبقى زيك يا رب، الناس تدعي لنا كل الناس بتدعي لك يا رب يعني في حزن صحتنا ان شاء الله. ايه الجديد بقى؟ هو بص احنا عندنا بروتوكول والحمد لله رب العالمين، انا بجتمع بكل الاطباء اللي معايا واكثر من 12 طبيب ودايما بنقعد ونكلمهم على الجديد وهم بينفذوا. يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي في ناس في محافظات شغاله وكلهم ستاف جامعه وكلهم اساتذه واستشاريين بيطبقوا البروتوكول بتاعنا. احنا في البلازما عوامل النمو اللي في البلازما وان هي ماده بتعيد بناء الغضروف، انا عايز كمان وهي شغاله عشان تبني الغضروف وتدي تاثير كويس يبقى في حاجه بتساعد على ليونه الركبه. الماده الزلاليه اللي احنا بنحقنها مع البلازما في جلسات معينه وفي وقت معين في منها انواع الكثافه العاليه اللي ما بتتكسرش بسرعه، اللي ممكن تقعد 6 شهور، ممكن تقعد حاجه 3 شهور، حاجه ممكن تقعد فتره اطول، تختلف من مريض للاخر حاجه حجمها قد ايه. الجديد بقى ان هم باستخدام الذكاء الاصطناعي وده هيدخل خلاص الذكاء الاصطناعي يعني كان بيتكلم في تغيير صوت الفنانين. ايوه ده هو دخل عندنا يعني شفنا ان يعني خلاص دلوقتي الفنانين ما لهمش لازمه، هو الذكاء الاصطناعي هيمثل بدلنا يعني. فاحنا الحمد لله رب العالمين في الطب كمان الذكاء الاصطناعي طبعا التكنولوجيا مهمه جدا في الطب. الذكاء الاصطناعي بيدينا الماده الزلاليه دي اللي كنا بنستخدمها بطريقه ان هي هتستمر جوه الركبه تعدي 3 سنين ومش هتتكسر وهتدي فرصه ان الركبه تبقى لينه جدا كاني حطيت بقى مفصل بجد. اهو ده اللي بقى هنقول عليه مفصل صناعي بتاع ربنا اللي هي الماده الزلاليه اللي هي جوه الركبه اصلا هتعيش اكتر من 3 سنين زي ما الذكاء الاصطناعي بيقول، وفي نفس الوقت البلازما اللي احنا بنحقنها عماله تبني في الغضروف. فانا فعلا هوصل لمرحله ان شاء الله يمكن الاجيال اللي جايه بعديها كمان تستفاد اكتر من كده ان هيبقى في غضروف من اول وجديد. ده الكلام ده بقى الجديد ان في 3 سنين الماده الزلاليه موجوده بتغذي غضروف كويس بتساعد على اللون كويس جدا ركبه تبقى كويسه وفي نفس الوقت البلازما بتبني. فانا عندي كده فعلا يعني مش عايز اقول ان انا عملت مفصل بكده يعني بحكي الشركه زي بتاعه ربنا، ولكن المريض هيستعيد ركبته بجد. الله دي دكتور في اي سن مش هتتكسر وهتعيش جوه الركبه في اي سن بحيث مهما تضغطي عليها باي طريقه وفي اي سن. ايوه ما يعني ما انا مش هقول الكلام ده علشان برده مش نوع من الدعاء، ولكن الماده دي بطريقه الذكاء الاصطناعي بتحقنها اهم لعيبه كره في العالم الله. ميسي نفسه حقنها اللي هو يعني اللي دلوقتي بمليار ونص ياخده فيعني هو ده اكتر واحد مستفيد واكتر واحد محتاج ان ركبته تنها لينه وتنها طريقتها سهله جدا معاه. فعشان كده الحمد لله رب العالمين احنا بدات متوفره تحت ايدينا الحمد لله، ولكن احنا بنتفاوض علشان ننزل بتكلفتها اقدر افيد بقى كل الناس ان شاء الله على ايدك الخير كله. طب اسمح لي برضو في تقرير تاني نشوفه ونرجع نكمل كلامنا. نشوف التقرير. قبل ما احقن ما كنتش بقدر امشي، لو مشيت كانت رجليا تقفش في بعضيها وبقعد في السكه. دلوقتي الحمد لله خدت 4 حقن همتي، 3 في الشمال واحده في اليمين. الشمال كانت تعبانه خالص ما كنتش بقدر امشي عليها، دلوقتي الحمد لله خف. ما فيش الا حقنه واحده بس اللي حسيت بقى كده نبضه بسيطه في بتاع الرجل اليمين، انما الرجل الشمال اللي كانت تعبانه خالص كنت خايفه من حقنها الحقن طلع عادي يعني والحمد لله. الحمد لله نحمد ربنا والدكتور سام يعني دكتور ممتاز ممتاز ممتاز. لما جيت اسم الدكتور سامي جنديل على التلفزيون وريت كان ليها عمليه قلت لا انا مش هعمل عمليه تاني، انا هجرب الحقن البلازما عند الدكتور سامي. بصراحه انا اتحسنت اقدر اقول 99% ما بحسش بالالم خالص نهائي بروبتي والحمد لله. المره اللي فاتت كنت حاسه بالسكر، المره دي لا. الله يبارك له الله يخليه. الحمد لله رب العالمين الدكتور سامي صراحه ربنا يبارك له ربنا يخليه. انا كانت رجلي اتجردت الخشونه الجرده الرابعه يعني خالص تعبانه خالص، فانا جيته ماشي والحمد لله خدت مره واثنين واديني لسه حجنه ظهري
ولا حسيت بأي حاجة، لسه حاجنا ظهره برجلي والحمد لله. يعني قال لي خس شوية وشرب المية. تمام. ماشي، وربنا يا رب يخلينا الدكتور سامي جنديل. والله العظيم والله العظيم أنا ما كنتش بقدر أقف على رجلي من ساعة ما جيت وخدت الأربع جلسات من أول جلسة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني وشفاني والحمد لله. والله يبارك له الدكتور سامي، الله يبارك له، الله يبارك. دكتور، أنا ملاحظة أن كل أمهاتي الأفاضل كلهم من رقيقي الحال يعني، وعشان كده ربنا أنت قلبك رحيم بالناس دي، عشان كده بتتكفل أنت بنص العلاج. وعايز أقول لإخواتنا اللي بيسمعونا، وفر ثمن المسكنات، صدقوني ثمن المسكنات اللي اتخدوها هيبقى أغلى من أنك تعالج والدك أو والدتك أو أنت شخصيا تتعالج. والعلاج يعني مش هيحوجك، أنك يعني المسكنات مهما كان هي مسكن مش علاج، فهتتعب وتفضل تعبان، بل بالعكس ممكن تبوظ كلتك كمان، ويقينا المسكنات بتبوظ الكلى. فبدل ما ندخل في والعياذ بالله فشل كلوي، ولا ارجوكم ما تستخسروش العلاج في نفسكم. وهو يعني كل شايفينهم، طبعا انا مش عايزه اقول يعني ان زي ما بتعالج اخواتنا واهالينا البسطه قوي دول، انت بتعالج كبار فنانين مصر، والحقيقه مش فنانين بس، يعني على مستويات يعني صفوة المجتمع بيجوا عند حضرتك. ويعني الحاجات المفرحة بالنسبة لي ان استاذنا الكبير استاذ هاني شاكر، وانا عارفة استاذ هاني مش ممكن يجامل لانه شخص يعني صريح الى ابعد مدى، ومش هيجامل حضرتك وهو ما عرفكش اساسا، ومش هيبعت قرايبه كمان. انا عرفت قرايبه جم من طرفه وقالوا لك احنا من عيلة الاستاذ هاني شاكر او ولاد عمه او حاجة زي حد كده. فاسمح لي اشوف تقرير ونرجع نكمل كلام. شوف التقرير. الحمد لله يا حبيبي، شرفنا النهارده. ربنا يخليك يا دكتور سامي. انا عايز اسمع حضرتك بقى بتقول ايه، لان انت النهارده جاي بفضل الله ربنا يخليك، حضرتك جاي علشان عايز تقول رساله معينه، ودي حقيقه. يعني انا النهارده الجلسه الاخيره مع حبيبي والهديه اللي ربنا بعتها لي دكتور سامي لعلاج الخشونه عندي في الركب، النهارده الجلسه الاخيره دكتور سامي، التحسن فوق ال 95%. الحمد لله، الله اكبر، والشفاء من عند ربنا، وربنا يكرمك ويخليك. وده حقك عليا ان انا اقول للناس بجد، يعني فعلا الطريقه اللي انت بتعالج بيها دكتور سامي من انجح الطرق اللي انا جربتها مؤخرا، وجابت نتيجه واغنتني عن ان انا افكر ان انا اعمل عمليه، ودي كانت بالنسبه لي مشكله كبيره. طلوع السلم كمان الله اكبر دلوقتي، والنزول بقى اسهل كتير من الاول، الحمد لله. اللي عايزه يكون بقى فعلا نصيحه للاستاذ هاني شاكر، بجد النقله كبيره قوي، ربنا يخليك. الحمد لله. يعني انا الحركه كانت بالنسبه لي في وقت من الاوقات لما جيت لك، انت شفت الحركه بالنسبه لي مشكله، الاوام والقعاد وطلوع السلم والنزول، لا فعلا مشكله. هل فعلا بامانه وربنا يشهد على هذا الكلام، هل فعلا الحقن مرعب؟ طريقه الحقن، وان انا باخد عينه الدم ونحطها البلازما والمساعد الحاجات المنزلاتين وحاجات المساعده ليه، هل هو حاجه مزعجه جدا في ربنا؟ خالص خالص، ولا الم، زيرو الم. وده شرطي كان معاك من الاول، قلت لي وانت وعدتني، قلت لي انا البنج اللي بيتحط يعني شكل الحقنه قد يكون بيخض. والله ايوه، لكن الحقيقه والله انا لما اغمض عيني انا ما حاسس ابدا انت بتعمل ايه، دي حقيقه. انت حريص كده كمان على لان هو الفكره في ان فعلا دي حقيقه علميه، ان الحقن داخل المفصل مش بيوجع، انما الدخول بالابره. احنا عندنا الطرق البسيطه السهله، بنج موضعي، مرش بنج، وليد بنج موضعي بسن صغنون، والمريض بيقوم يمشي. يعني حاجه تفرح ان الاستاذ الكبير العظيم طلب ان هو يشكرك علشان كمان يعلم الناس ان في امل، وان الشفاء طبعا بايد ربنا، بس كان عن طريقك.
الحمد لله. والف مبروك شفاء الاستاذ ربنا يبيض وشنا معاه. وشوفي هو تلقائيته في الكلام, بيتكلم ببساطه وبيتكلم عن حاجه حصلت بهدوء, وبيقول الجلسه الاخيره يعني انا ما شاء الله استمر هو في عمل معانا الكورس كامل, وكان بيتابع وبيلتزم بالتعليمات ويتعامل مع الوزن وشرب الميه والحركه, الحاجات دي مهمه, ما عندوش حاجه خطر. المهم قوي ان الواحد يبقى متاكد ان هو ما عندوش حاجه وحشه وحاجه تزعل. والحمد لله ما عملش عمليه بسيط. او هو قادر يروح يعمل عمليات في الخارج يعني او في اعلى حته, لكن فالموضوع ابسط من ان احنا نكبر الامور ونخلي المريض يعيش. يعني اول ما المريض يتقال له خلاص انت عندك تاكل تام وما فيش فايده فيك وروح هتعمل مفصل وهتعمل عمليه, الحاله النفسيه بتاعه المريض بتنزل وبيجي له احباط وديبريشن واهله. وبعدين احساس مش سهل انك انت هتبقي عندك احساس انك هتعملي عمليه, والعمليه دي لها خطورتها ولها تفاصيلها. انا مش ضد الجراحه ولكن لها تفاصيل لازم نبقى عارفينها. صح. كمان حتى بعض الناس لما يبقى عنده وجع حتى وهو إيه مش عايز الوجع ده يحس بيه لفترة معينة, احنا الحمد لله العالمين الأجهزة الجديدة والتكنولوجي, جهاز التردد الحراري بنستخدمه كويس. دي بقى اللي كنت هسأل حضرتك فيها, من الحاجات الحديثة كمان غير الذكاء الاصطناعي التردد الحراري. تكلمنا برضو عن التردد الحراري كشكل جديد من أشكال العلاج. وإحنا بنعمل علاج الغضروف اللي هو ياخد له 3-4 جلسات, إحنا ببساطة جدا كمان نقدر في إيدينا أن إحنا نعمل تحفيز للأعصاب بحيث أنها ما تنقلش نبضات الإحساس الألم, بحيث أن إحنا بنعمل تردد على الركبة, جهاز بسيط جدا وبنج موضوعي بيحفز العصب ويخليه يبقى ما فيهوش التهاب, يبدا الالتهابات اللي فيه تروح فما ينقلش درجه احساس الم خالص من الركبه, ملوش علاقه بالحركه. المريض يتحرك ويجي بس احساس الالم في ركبته يقل. والالم في الركبه بيسمع كمان في حته ثانيه في الظهر ممكن. جهاز التردد الحراري بيساعدنا في كده ان احنا بنمنع احساس الالم في الركبه كمان. نقدر نعمل له جلسه بنج موضوعي بيقعد خلال ربع ساعه ونص ساعه ويمشي يروح. الجهاز التردد الحراري بيفيدنا في مشاكل الام العمود الفقري, في مشاكل الكتف, في مشاكل الرقبة. الجهاز التردد الحراري بيطلع موجات بتضيع احساس الالم وتحفز العصب اللي هو كان ملتهب وبدا يحصل فيه تورمات. كل ده يبدا العصب نفسه اللي هو بينقل احساس الالم نفسه هو الموجوع هو المتورم. يعني يا دكتور التردد الحراري لازم يبقى مقترن بالعلاج بالبلازما؟ لا مش لازم ده. انا ممكن يبقى حاجه اضافيه لو المريض احساس الالم عنده عالي قوي. لو هو مثلا يقول لك طب وانت بتعمل لي البلازما وبتعيد لي بناء الغضروف وبتحسن لي الدنيا, انا عايز احسش بالالم كمان في الفتره الاولانيه دي. نقدر نعمل له جلسه مع الحقن. دايما الحقن بيبقى اللي هو الاساس, استخدام البلازما عشان نبني الغضروف هو الاساس. ليها مكملات من ضمنها الاكسجين النشط ممكن نستخدمه, المغذي اللي هو البلور سيرابي, ممكن نستخدم المواد الجيلاتينيه والزلاليه زي الاحدث حاجه اللي احنا بنتفاوض عليها دلوقتي وبقت متوفره تحت ايدينا. وكمان ممكن نستخدم التردد الحراري, ده يفيدنا جدا. كل دي بروتوكول كبير بنحطه ودايما في ابديتنج, دايما في تجديد كل يوم عن الثاني. الحمد لله عدد اطباء عدينا ال 15 طبيب بينفذوا هذا البروتوكول, وبنراجع بعض بالواتساب وبالزوم وبنتكلم. ودكتور يوسف في المكان الفلاني, دكتور احمد, انا عارفه ان حضرتك فايلات مرضاك عندك اول باول. يعني طبعا انك مش تتواجد في 21 محافظه في نفس الوقت ما ينفعش, فانت عن طريق الزوم. التكنولوجي في الزوم وفي الواتساب بيجيب لك كل التقارير وتلاقي المريضه بعتها من المكان الفلاني عشان نرد عليها ونقول لها عندها كذا. حلو قوي. تابع يا دكتور يوسف المريضه الفلانيه. الدكتور يوسف وانا بكلم حضرتك موجود في الزقازيق, في حد الدكتور احمد في المنصوره. فالحمد لله رب العالمين احنا بنوصل لكل مريض في جمهوريه مصر العربيه ما شاء الله. طب في تقرير تاني بقى, معلش انا بزعجك يعني, بس انا بفرح لما بشوف الناس وهي فرحانه. شوف التقرير بعد اذن حضرتك. الصراحه انا رحت سوهاج ورحت اسيوط ورحت ببصر واسكندريه ما تلاقيتش علاج. الله يبارك له الدكتور سامي, اول ما شفته وخدت الجرعه الاولانيه حسيت فيه ليونه في رجلي وكان مكان تكفل, واحس بصعوبه في طلوع السلم. الحمد لله رب العالمين. اول حاجه ان انا رجلي بقت تتني وتفرد لوحدها. تاني حاجه ان انا جسمي خف كده اهو, لما جسمي خف حسيت كده ان رجلي كويسه ورايقه والحمد لله. فالجرعه الثانيه ان شاء الله باذن الله تكون كويسه على يد الدكتور سامي. انا كانت رجلي بتكلبش وانا ماشي كده بتكلبش, عارف يعني ايه بتكلبش كده اهو, يقع على الارض لازم اسند وتني رجلي افردها عشان رجلي تفك. وانا نايم على السرير لو بتقلب بتجيلي الكلبشه دي, والله العظيم ثلاثة قسما بالله اللي انا بقوله ده صادق فيه, تقوم كلبشة. لازم بقى اقعد اقوم تاني ايدي فرد رجلي تاني رجلي فرد رجلي لغاية لما تفك التعشيقة
وابدا انام. كنت بقوم من النوم على الـ على الـ على التعشيقه دي. شفت الدكتور سامي في التلفزيون بيتكلم عن الحقن وبتاع وكلام من ده بالبلازما، فروحت الدكتور سامي الحمد لله يعني شفت على ايده الشفاء، حقنت مره واثنين وثلاثه واربعه الحمد لله، وبقيت تمام بنزل واطلع مفيش اي حاجه اي الم نهائيا الحمد لله رب العالمين. والله العظيم ثلاثه يا جماعه من ساعه ما حقنت اول حقنه، وفعلا قسما بالله التعشيقه اللي كانت بتمسك دي ما جاتليش خالص. عملت حقن بلازما واكسجين ومغذي والحمد لله بقيت كويسه، والنهارده كان يعتبر اخر يوم ليا في العياده، ان انا الدكتور قال لي انت كده تمام ما فيش اي حاجه تاني ورجلي بقت كويسه، وبشكر ربنا وبشكر الدكتور سامي والدكتور يوسف والحمد لله، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب. ما شاء الله. انا كنت محرجه ان كل معظم اخواتي ستات، فكمان اخواتي الرجاله كمان، اخويا اللي بيقسم بالله قسم مشدد انه من اول جلسه الحمد لله ربنا يشفيك ويعافيك يا رب انت وكل المرضى. اسمح لي برضو، انا سالتك المره اللي فاتت على حاجه، كنت حضرتك بتكلم حد في التليفون وقلت له مش عايز اوصل معاك للاي في ان، فانا عايزه برضو فسر لي الاي في ان، وانت ليه مش يعني كنت خايف لا توصل للاي في ان ده؟ هو من ضمن علاج الالم بيعالج المشكله قبل ما تتطور وتتدهور، ودي مهمه جدا. عشان كده كنت من حوالي 10 سنين اقول للناس مش عايز اشوف الناس في خشونه درجه رابعه، انا عايز اشوف لا قدر الله وربنا هيختبرنا بحاجه زي كده خشونه درجه اولى، الريزلت فيها سريعه جدا وكويسه جدا. طب ما في اختنا كانت خشونه درجه رابعه قالت هي بنفسها انا كنت وصلت للدرجه الرابعه. فعشان كده دايما اقول ايه ما يحصل بدري احلى. احسن طبعا. طيب في كذا مكان برضو العلاج الالم بيعالجها كويس، خشونه مفصل الحوض، الام العمود الفقري، الام العمود الفقري دي ممكن نقعد نتكلم فيها بالساعات، لان هي بتحمي المريض، علاج الالم بيحمي المريض مع عمليه في الظهر. انا بشوف حالات كتير جدا ما بعد عمليه الظهر، ده مش معناها ان الجراحه حاجه وحشه، ولكن لما المريض يحتاجها، وسبحان الله كل 100 مريض منهم ثلاثه لحد ممكن بكتير خمسه اللي بيحتاجوا عمليه في ظهرهم، وال95 علاج الالم بيعالجهم. ففكره ان هو بيعالج قبل المشكله ما تتطور في حته خشونه مفصل الحوض. مفصل الحوض من المفاصل المغلقه قوي، بيبقى التاكل فيه او الخشونه فيه ممكن تبقى سريعه، فمش عايزين الموضوع يبقى خد مراحل سريعه من غير ما نلحق نتعامل معاها. يعني ايه في ان؟ يعني افاسكولار نيكروزس او تاكل عنق الفخذ. انا لما يبقى المريض اشتكى من مفصل الحوض بسرعه يستشير، يعمل اشعه نبص عليها نلاقي فيه خشونه على مفصل الحوض اللي هي عنق الفخذ، برضو دي راس الفخذ وعليها غضروف وماده زلاليه ومفصل مغلق شويه. لو في خشونه درجه اولى او درجه ثانيه بنلحق نعمل حقن زي الركبه بالظبط، حقن البلازما والماده الجيلاتينيه وعوامل النمو والمغذي. بنبقى محتاجين السونار ومحتاجين جهاز السي ار علشان هو مفصل داخلي فابره طويله شويه، انما بينج موضوعي وسهله جدا، ونحمي المريض ان هو الموضوع يتطور ويدخل في تاكل في عنق الفخذ، دي هتعوز عمليه لا قدر الله. عشان كده دايما اقول للمريض ما استناش اوصل للمرحله دي، دي مهمه جدا. فمرحله التاكل او الاي في ان او الافاسكولار نيكروزس مش حلوه، لان لو المريض وصل لها ودي بتبقى قاعد عايش على مسكنات ومش راضي يسمع الكلام وما سالش، لما بنلحقها وبنحقله مره او جلستين او جلسه او جلستين بالبلازما والعوامل النمو والماده الزلاليه المفصل الحوض بيتعالج. طب الروايه بتسالني على العمود الفقري بالذات، معلش علشان واضح ان يعني عندها حد عموده الفقري. الفقرات المشهور فيها المشكله في اللي هي متحرك، فقرات العنقيه اللي هي في الرقبه او الفقرات القطنيه، هم دول المنطقه اللي فيهم المشاكل. لان هم متحركين، يحصل انزلاقات غضروفيه، يحصل خشونه ما بين فقرات، يحصل ان الالتهابات في المفاصل الصغيره ما بين الفقرات، فتبدا تاثر على جذور الاعصاب وتبدا تدي تعمل الم. الالم ده بقى على شكل التهاب في جذور الاعصاب، تشنج في العضلات، خشونه ما بين الفقرات، تاثر لو مشكله في العنق تاثر على الكتف وعلى الايد، ممكن يبدا يعمل تنميل. لو في المنطقه القطنيه تلاقي المريض ظهره بيوجعه جدا، الست في المطبخ تقول لك ربع ساعه ولا 10 دقايق في المطبخ ظهري يبدا يوجعني مش قادره. بعض الناس يوصل بيهم حلوك لما بمشي شويه مش قادر، بعد الموضوع ممكن يتطور الى تنميل. طيب ايه اللي عند المريض؟ كان زمان المريض يعمل اشعه عاديه، الدكتور يشوف السبيس او الفقرات ما بينهم متساوي، عند واحده ما فيش، يبقى معناها ان الغضروف طلع من مكانه، فيقول اعمل عمليه جراحيه. يلا عمليه. زمان كان الكلام ده، النهارده الرنين بيقول لي شكل غضروف انزلق ازاي. ده الفيصل بقى، الغضروف لما بينزلق على الجنب يلمس جذور اعصاب فيعمل مشاكل الالم وعرق الناس والحاجات دي كلها. انما لو لا قدر الله انزلاقه جه لقدام على النخاع الشوكي قعد المريض في الارض، ويدخله في علامات وحاجات خطر اللي هي
سقوط في القدم، عدم تحكم في البول، عدم تحكم في البراز، شلل والعياذ بالله، ده المريض اللي هيدخل اوضه العمليات اللي هو حوالي 3%. يعني دي الحاله الوحيده اللي حضرتك بتقول لازم يدخل ان يبقى عنده ارتفاع، بتبقى باينه، بتبقى باينه اعراضها وبسيطه جدا ما بنشوفهاش كتير، لان المريض ده بتبدا تظهر عليه الاعراض فبيعمل عمليه جراحيه. انما اللي كل اللي جاي يشتكي من الام العمود الفقري نتيجه انزلاق الغضروف اللي ملامس جزء الاعصاب، بنعالجه ازاي؟ الطرق الاولانيه راحه وعلاجات وعلاج طبيعي. انا مش مستفيد يا دكتور، ندخل على الخطوه المهمه والخطوه رقم 4 اللي بتجيب من الاخر زي ما نقول اسمها حقن جذور الاعصاب. تمام، حقن جذور الاعصاب باستخدام الاجهزه وباستخدام التكنولوجي والسي ارم، بضيع بخلي الغضروف يرجع في مكانه واضيع التهاب جذور الاعصاب وعالج المشكلة الحمد لله رعيم. ممكن احتاج للتردد الحراري لو لا قدر ما كانش في الاستفادة القوية. دكتور انا بشكرك وممتنة لوجودك، ويعني متشكرة ان كل ما نتصل بيك انت ما يعني ده معناه ان احنا هنتصل بيك تاني ان شاء الله. يعني معلش احنا اسفين، يعني هناخدك من عيانينك لعيانينك برضو المشاهدين. وشكرا جدا، وبنأكد تاني جلسة عليك وجلسة على الدكتور هيتحمل تكاليفها، فأي حد مريض ما يستناش على نفسه، وربنا يزود من الرحماء امثالك يا رب. خير للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت. استنوني دايما على قناه تن وبنت البلد. سلام عليكم.